مساء الخير. من سنة مثل هاليوم كانت أول مرة بوقف فيها قدام كاميرا انتحر. من سنة مثل هاليوم وقفت هون وكان قلبي عم بدق وحاسس بخوف ما بحياتي حسيت فيه. من سنة مثل اليوم خلصت أول حلقة من البرنامج، ظهرت من الاستوديو لقيت حوالي 50 شخص واقفين برا من أصدقائنا وزملائنا بالأم تي في. كنت عم بتطلع بوجوههم ناطر ردة الفعل، ناطر رأيهم بالحلقة. من سنة ولليوم خلال كل السنة اللي مرقت كل جمعة منطر رأي المشاهدين، منطر رأيكم أنتم، بحاول رد على كل حدا على تويتر وعلى فيسبوك لحتى أعرف إذا نحن ماشيين صح ولا لا. من سنة ولليوم طلعت ونزلت المعنويات كتير، ما في خبركم قديش أيام كنت حس أنه أنت حر فعلا ناجح وعم بيوصل رأي الناس، وأيام تانية كنت حس حالي كتير تعبان ونحس حالنا أنه في مشكلة، وحس حالي أوقات أنه بدي أترك وبدي فل. كنت حس حالي قرفان وما بقى رح ضاين. روح على البيت افتح الفيسبوك وتويتر، اقرأ رسائل أصدقائنا واتواصل أنا وياهم وكلامهم يلي على طول كان عم يدعم البرنامج، أو نظهر نمشي بالشارع التقى بناس يقولوا لي اوعى تسكت عن الغلط ونحن معك، اوعى توقف وكمل للآخر. إذا استمر أنت حر لسنة من دون ما نوطي راسنا لحدا فأكيد السبب هو أنتو. أنتو حصانة هيدا البرنامج، وأنتو يلي داعمينا، وأنتو الداعم الأساسي لهيدا البرنامج. أنا ليلي بشكر كل مشاهد ببيته حاسس أنه هو البرنامج، وأكبر دليل أنه نحن وياكم ماشيين صح، أكبر دليل أنه في أمل نقدر نغير هن الإحصاءات والأرقام ونسبة المشاهدة اللي عم بتزيد لبرنامج أنت حر بفضلكم. أنت حر رح يبلش اليوم سنة جديدة على أمل أنه نقدر نكملها، لأنه ضحينا كتير وما بقى فينا نرجع لورا، والأهم أنه ما بقى منقدر نسير حدا، ما بقى نقدر أبدا نسير حدا وما بقى نقدر نساوم. بلكم كل عيد وأنتوا أحرار. أنت حر ما رح يسكت بسهولة ورح نحكي مثل العادة بكل شيء. بارح على تويتر سألت أصدقائنا عن شو بتكون أحكي بالمقدمة اليوم، قالوا لي احكي عن العمى يلي عايش فيه اللبناني، احكي عن كيف شعب الزفت رح يرجع ينتخب معلمينه، احكي عن السياسيين اللي بهاجموا دول خليجية فيها 600,000 لبناني وآخر همهم مصير الناس، مصير أبناء الوطن، احكي عن الانكماش الاقتصادي وعن فشل الحكومة ورئيسها بمعالجة أي قضية اقتصادية أو أمنية، احكي عن المخاطر الصحية يلي عم تواجهنا، احكي عن البلد المشلول وما بقى في مطرح لللبناني، ما بقى في مصاري والعالم عم بتموت ورح تموت من الجوع. وفي حدا قال لي احكي شي بوزيتيف، احكي شي إيجابي، خلينا نحس حالنا ببلد فيه شغلة إيجابية. احكي عن الطائفية، الأكل البلد، احكي عن الكهرباء، احكي عن التليفون، احكي عن الغلا. قالوا لي احكي عن الحكم يلي ضربوه بماتش الفوتبول، احكي عن السرقة، عن الأمن وعدم وجود الأمن، احكي عن محلات البوكر يلي عم يفوتوا عليها أولاد تحت 18 سنة. وآخر جملة لفتتني من أصدقائنا اللي طالبين مني احكي على تويتر، كتبوا لي فلتكن المقدمة دقيقة صمت على روح الحس الوطني والإنساني والشعور الصادق وغياب الدولة ودولة المؤسسات. نحن والصمت مش أصحاب، هيدي الكلمة منا موجودة بقاموسنا. أنتوا والصمت مش مفروض أنكم تكونوا أصحاب، مشان هيك رح نرفع الصوت أكتر وأكتر ونكمل بمشوار الحرية، لأنه ما عنا شي نخسره، عنا وطن رح نخسره إذا ضلينا ساكتين. أنا بشكر كل فريق عمل أنت حر وبعيدكم بأول سنة سوا، وإن شاء الله قدامنا كتير من التحديات رح نكملها مع بعض. بشكر ربي لأنه هداني هيدا البرنامج، أكبر وأهم هدية تلقيتها بحياتي وأعظم وأهم تكريم هو هيدا البرنامج، برنامج انتحر ونجاح هيدا البرنامج. كل سنة ونحن وأنتو بألف خير. قضايا الليلة بانتحر منشوفها سوا. قدرنا بهمة نائب محمد أباني طلع هالقانون اللي كان بعده مشروع قانون. فأنا إذا بدي من العالم شيء بدي إياها تفوت على البيج تاعولي وتشوف اللينك وين فيوني صوته. هالي وجهن وجه انتخابات وليك بلا جمال انتخبتها. ما بعرف شو بدي جاوبك، بس بدي أقول لك إذا بتحب بلدها ليش لا؟ We'll be right back.
انا بالنهايه اللبناني مواطن، في حكي في طريقه، شو عامل شو مساوي، بس اكل قتل من مطعم البيروت للكورنيش للطريق كله للمغفر ورجع اطلع لفوق دائما درج اكل قتل ليه. قانون السير بلبنان وقضية السير بلبنان، السواقة، سواقتنا والسيارات والطرقات والحوادث والموت اللي عم يصير، هالقضية اللي ولا مرة أخذت مسارها الصحيح، ولا مرة كان عنا تنظيم للسير، ولا مرة كان عنا أمان على الطرقات بلبنان، ولا مرة كان عنا ضوابط شي خوف الناس، ضوابط للسرعة عم نحكي، ضوابط فعلية. كان في تجربة للرادارات اللي نجحت كتير بوزارة الداخلية على أيام الوزير زياد بارود، ورجعت بمرحلة تانية حاليا عم نشوف إنه ما عم بيكون في كتير وجود للرادارات، رجعت نامت للأسف مثل كل القوانين. كلنا سمعنا عن قانون السير الجديد، هالقانون يلي انشغل عليه تقريبا لمدة 7 سنين، 7 سنين اجتماعات، 7 سنين لقاءات، 7 سنين عم يلتقى أكتر من 12 شخص كل مرة بيفوتوا على اجتماعات لساعات من الوقت لحتى يحطوا قانون للسير، قانون جديد ليزبط هالمشكلة وليحللنا قضية السير بلبنان. نواب كانوا عم يشتبعوا، ضباط، فعاليات من المجتمع المدني، كلهم كانوا عم يقعدوا لساعات بند بند، سطر سطر، فكرة فكرة، كلمة كلمة، عم يشتغلوا على هالقانون إلى أن ولد قانون السير الجديد. فرحنا كلنا فيه، زقفنا وهللنا بالإعلام والناس انبسطت والمجتمع المدني انبسط، إجا القانون المنتظر، عمت الفرحة بأوساط المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بقضية السير، وقف النزيف على طرقاتنا اللبنانية، وفجأة بعد ما وصلت فرحتنا لقرعتنا اختفى القانون، وصدر مذكر عن مجلس وزراء الأمانة العامة بتوقف تطبيق القانون الجديد وبتقلهم خليكن على القانون القديم بحجة أنه لازم ينعمل عليه تعديلات. كتير حلو. والسؤال الليلي، السؤال اللي بدنا نطرحه، أقولكن بده بعد شي 7 سنين تانيين وألاف ساعات الشغل والاجتماعات لحتى يرجع يتعدل من جديد، أو من كل هالموضوع المطلوب أنه يزهقوا الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني؟ والليلة رح نناقشها مطولاً هيدي القضية. وقبل ما أستقبل ضيوفي بهيدا الملف الليلي، خليني أسترجع أبرز اللي قالته زينة قاسم رئيسة جمعية رودز فور لايف بآخر حلقة من انتحار الموسم الماضي لما صورنا معها لحتى نبارك لها ونبارك للبنان بقانون سير جديد. زينة قاسم كان عندها شيء قالته سابقاً لانتحار نستذكره اليوم قبل ما نستقبل ضيوفنا. المجراني على الطريق اللي عم بيروحوا كل ولاد العالم والرخاص هيك بدون اي عقاب ولا يعني ما حدا عم يتعلم شيء لانه واحد بيقتل وبيمشي. قدرنا بهمة نائب محمد أباني طلع هالقانون اللي كان بعده مشروع قانون من لجنة الأشغال للجان المشتركة، ومن وقتها صرنا عم يشتغل عليه على ومعلق كان على كم بند. بس بدي أقول إنه ما يحاربوا القانون، لازم يشتغلوا عليه كلهم. لأول مرة عم نشهد على شيء صار له 9 سنين عم يشتغل عليه هالقانون، ليش لحتى نحارب شيء فيه ينقذ أرواح الناس على الطريق؟ وبدل ما نبكي على اللي راح ونضحك مع اللي بقيوا. معنا الليلة مباشرة باستوديو انتحار دكتور زياد عقل مؤسس جمعية اليازا يلي شاركت كمان بمناقشة القانون الجديد للسير. دكتور زياد مسيك بالخير. وقبل ما بلش معك، معنا على الخط النائب دكتور محمد أباني رئيس لجنة الأشغال النيابية. دكتور زياد مساء الخير أول شيء. يعطيك العافية. الله يعافيك. رح نستقبل النائب محمد أباني كمان على التليفون. دكتور محمد مساء الخير، حضرتك رئيس لجنة الأشغال النيابية. مساء النور أستاذ جورج. أول سؤال سعادة النائب، هل يحق لمجلس الوزراء أن يوقف قانون تم التصويت عليه من قبل النواب وأصبح نافذ وأرسل إلى مجلس الوزراء ليطبقوه؟ أبدا أبدا، القانون لا يعدل ولا يلغى ولا يجمد إلا بقانون. نعم، مجلس الوزراء يعني عمل مخالفة دستورية في قراره هذا.
نحن كنا فاتحين باب لأنه متضررين في فئات متضررة، في البعض متضررين فاسدين. استمعتوا له للنقابات؟ في نقابات كان عندها يمكن تعديلات حكيوا معها آخر شيء النقابات، لأن قوة ضغطة الحكومة ردت عليها. هلأ كان ممكن أنه يقولوا والله في هال 3 مواد 5 مواد من أخر تنفيذهم، نعم. عندهم صلاحية بموجب المادة 419 من القانون أنه يعملوا بعض التفسيرات يلي بتحل المشكلة. وأنا كنت يعني باعت كتاب لوزير الداخلية وموضح له شو الأمور اللي ممكن تصير، نعم. فأنا متأسف لهالقرار اللي أخذ، ولكن نحن الآن عم نجتمع يعني صرنا من يتحمل مرتين. مسؤولية هيك مخالفة دستورية وهيك قرار؟ مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يعني ما بيجوز أنه يقول تأخير، استعمل كلمة تأخير تنفيذ، ما نعم. بيجوز يكون يعني هذا الأمر. على كل حال نحن المذكرة حطينا تفاصيلها، يعني بيقولوا فيها أنه أخروا بهذا القانون لحتى يرجع يتناقش من جديد في مذكرة صادرة هيك 3-4 دستور، يعني لغيوا قانون فيها. ما بيقدروا، ما لغيوا، ما بيقدروا يلغوا، أجلوا وقفوا، عم بيأجلوا بس عملوا الحقيقة، عملوا تعقيدات. يعني اليوم في عدة إدارات في الدولة، إدارة الميكانيك، شرطة السير، نعم. الجمارك، في كتير من الإرباك. طيب دكتور أباني، اليوم وقت نقول مجلس الوزراء، يعني في وزراء معترضين على هيدا القرار اللي اتخذ من قبل مجلس الوزراء أنه يأخروا القانون، منقول مجتمعا مجلس الوزراء ولا اتخذ بأشخاص معينين ولا كيف هيك قرار بيتاخذ؟ ما بعرف، أنا ما كنت جوا، بس هو عادة بهذه الطريقة من يأخذ هذه القرارات؟ يعني مين مخول، مين بيمضي عليهم؟ بده مجلس الوزراء مفروض يكون إما بالتوافق أو بالتصويت، نعم. أنا شو صار جوا من نقاش ما بعرف، نعم. لكن اللي بعرفه أنه أخذ هذا القرار بالتأخير، وأنه يعني ألفوا لجنة مني ومن وزير الداخلية، نعم. أو من يمثل لمناقشة النقابات بهذا الموضوع. هلأ اجتمعنا، صرنا مجتمعين مرتين، اليوم كان عندنا اجتماع. هلأ يقال في خطأ مطبعي، هل هالشي مضبوط بقصة 20 ليرة والميتين ليرة؟ نعم، 25 ليرة و25 ألف ليرة، نعم. هي كانت 25 ليرة، نعم. بالأول وخليناها 25 ليرة، بس المكنة الظاهر اللي طبعت القانون حبت تضيف 3 صورة، بس المنطق بيقول انه هيدا خطأ مادي، وكتبنا له انا كتبت له لوزير الداخلية، وحاليا الى ان يجري التعديل وعملت اقتراح قانون معجل مقرر حتى نصحح الخطأ المادي، بتصحح بديتين، بس المشكلة انه ما عم يجتمع المجلس، نعم. بعد عندي سؤال دكتور إباني، اليوم شو بيمنع الحكومة مثل ما عملت تأخير لهيك قانون او هيدا، انه باي مرحلة من المراحل باي قانون ان كان غيره، تدخين او غيره او غيره، تقدر تعمل مخالفة دستورية باي او قانون ممكن ما يعجبها، يعني شو بيمنع؟ انا بدي اقول لك، بدي اعطيك امثلة، نعم. في وزراء مش الحكومة كلها، في وزراء ما عم بينفذوا قوانين. يعني خذ مثلا انشاء الهيئات الناظمة بالكهرباء، صروا القانون طالع 10 سنين ما انشأ وزير الطاقة الهيئة الناظمة، ما بده. بالطيران لحد الآن ما صدر قرار الهيئة الناظمة لقطاع الطيران، نعم، المدني، نعم. ولكن اليوم عم نحكي المدني. عن مجلس وزراء، القصة أخطر، يعني هيدي سابقة، ولا مرة شفنا هيك 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 شغلة بتصير هيك فجأة، أنه بمذكرة من آخر قانون. مزبوط مزبوط مزبوط، يعني مع الأسف هناك من يجب أن يحرس الدستور اللبناني. الواقع أنه عم يعملوا العكس، في آلية أستاذ جو للمراجعة بموضوع القوانين في المجلس الدستوري، نعم. إذا طلع قانون غير دستوري في هناك آلية للمراجعة لإبطال القانون، ولكن القانون يبقى نافذ ويعمل به إلى حين صدور قانون تاني يلغي أو يعدل. صحيح، صحيح، ولكن قرارات مجلس الوزراء اللي هي أقل من القانون مجلس النواب، أقل، نعم. بكثير، نعم. يعني في القانون في المرسوم، مين بيحاسب؟ يعني اليوم الحكومة، اليوم عملت مخالفة الحكومة وأجلت قانون السير وما بدها تمشي فيه، مين بيحاسب؟ مين بيحاسب؟ نعم. مفروض مجلس النواب يحاسبها ويسقطها بمجلس النواب، ولكن وين مجلس النواب هلا؟ مشلول، ما هو مصوت على القانون، نعم نعم نعم، هو صوت، وهو انا بعتقد بدنا نلاقي آلية مستقبلية حتى نحمي القوانين. اي اوقات مجلس النواب يمكن ما ينفتح لسنة او لاثنين او مين، طيب بيعرف، بدك تلاقي آلية قضائية للمراجعة. صحيح، مجلس الشورى الدولي، انا جربت راجع مجلس الشورى الدولي بعض الامور، كان الجواب انه لازم يكون الانسان متضرر شخصيا. طيب أنا مني متضرر شخصيا، نعم. لأنه أنا بالآخر نائب عملت القانون، ما بعرف إذا بيعتبروني متضرر شخصيا. متضرر شخصيا يعني مثلا
واحد منافس بالتزام. ايه ما عندك ما بس. عندك شركات او عندك شي مصلحه؟ ما بعرف اذا كان اذا الست زينه قاسم بتقدر باعتبار يعني ابنها شهيد صحيح للسير. ما نعم. بعرف اذا بتقدر هلا خطر على بالي لاني سمعت تصريحها. نعم. لعلها بتقدر ترفع دعوه هي. وبس ما فهمت من دكتور يمكن. زياد عندك موجود. نعم. انه كمان هلا رح نحكي معه. نعم. بدها ترفع دعوه لدى مجلس الشورى الدولي يطلب. نعم. انا 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 بدي اسالك سؤال قبل ما انتقل لدكتور زياد. برايك كون عم بالغ اذا بقول لك انه صار وقت انكم تطرحوا ثقه بالحكومه الحاليه من بعد هيدا الشيء اللي صدر؟ وين بدنا نطرحها؟ وين بدنا نطرحها؟ بدك هيئه عامه لتطرحها. مزبوط. ماشي دكتور قباني، انا بشكرك، بشكر اتصالك و بشكر كل مسعاك كل مسعاك لهيدا القانون، لانك كنت من الاشخاص اللي عم يجتمعوا لساعات وساعات وعم تتعبوا كلكم لحتى يكون في قانون للسير يحمينا لنا كلنا. للاسف حاليا دولتنا ما بهمها تحمينا، بهمها انه تاجل القانون ويضلوا الناس عم بيموتوا الى ان يرجع يبصر النور القانون. يعني نتمنى. نعم. بدي بس ضيف شغلي. تفضل. اليوم مش ازمه السير عم بيعاني منها كل اللبنانيين، كل العالم، وهي اكثر صعوبه من الكهرباء. حتى صحيح. الكهرباء بتجيب مولد. نعم. السير شو بتعمل؟ بتطلع. نعم. بهليكوبتر. نعم. فلذلك في شغلتين اساسيتين، في قانون السير وحسن تطبيقه، هذا رقم واحد، ورقم اثنين مشروع جدي للنقل العام. نعم. ما في غير هالحلين هدول لمعالجه ازمه. نحن رح نتابع على كل حال هالموضوع وبده اكثر من حلقه، ورح نضلنا نعمل ضغط الى حين نفس القانون انه يمشي. شكرا دكتور محمد قباني. استاذ زياد عقل، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك بانت حر. بعد لكم جلاده ترجعوا تقعدوا وتعملوا مناقشات من بعد هالسبع سنين من جديد كانه رجعنا للصفر. هلا نحن مش رح نزهق، لو ما نزهق كنا زهقنا من قبل. بتصور الحكومة اللبنانية قدمت على خطوة غير مسبوقة بالاستهتار بمبدأ فصل السلطات، حتى حياة الناس وحياة الناس طبعا. نعم. انه هيدا قانون تناقش بعته مرق بال2005، قدمه النائب محمد قباني بمجلس النواب كاقتراح قانون. نعم. ووزراء الداخلية خاصة الوزير فتفت والوزير بارود يلي تعاقبوا أرسلوا هذا القانون لكل وزارات الدولة ولأكبر عدد ممكن من النقابات، وإجت مئات الملاحظات بعد مئات الجلسات برئاسة قضاة وبمشاركة كل إدارات الدولة، توصلنا أنه يطلع هذا القانون من 420 مادة. نعم. يلي هو ما بلبي طموحاتنا كيازة، لكن هذا الأمر الواقع، ما بتقدر تحصل على كل شيء، بس أقل هو منعدي القصة. يعني هذا القانون صدر بالنهاية ومن طعن فيه بمجلس دستوري، وبالتالي هذا قانون نافذ. نعم. فجأة بيقدم مجلس الوزراء لأنه في اعتراضات على بعض مواد، في بعض الاعتراضات محقة طبيعي مثل كل قانون، يعني ما بيرضي الكل. قانون البناء بال 2003 2004 انعمل بعض اخطاء وتصلح، بس بيضل احسن من القديم 100%، لا مجال للمقارنه طبعا. حتى الاعتراضات يلي عم تتقدم جزء كبير منها بتضر بسلامه الانسان. نعم. يعني نحن مبدا النقاط مصرين عليه. شو الاعتراض بس ياريت فينا بشكل سريع، يعني النقابات شو اعتراضها؟ ما فينا نجمع النقابات، كل واحد بعض الاشخاص بعض المتطلب. بعض النقابات في منهم ما عندهم سيارات بدهم يعلموا سواقه، في منهم ما بدهم ينسحب اجازه السوق. صحيح. في منهم بدهم يرجعوا مش لقانون ال 67 استاذ جو، بدهم يرجعوا لقانون ال 34 لانه بيناسب البزنس تبعه. طبيعي، يعني ما حدا فرقانه معه. ولسوء الحظ مجلس الوزراء بقرار متسرع وخاطئ ومخالف لابرز المعايير القانونيه كله. ايه واضحه واضحه. لجأ ب 28 شباط انه هيك بكل بساطه، بدل ما اذا في كم ماده ندخل لتفسيره او نعمل قانون معجل منوقف كل القانون. نعم. ومن خربط العمل بادارات الدوله، المدير العام لقوى الامن الداخلي كان انشا لجنه من 16 ضابط عم تجتمع لتعمل التعليمات بناء على قرار من وزير الداخليه لهالقانون يتحول لواقع. الغوا كل هيدا الشغل، الغوا كل شيء، مصلحه نوقف كل شيء. ليش؟ لنرضي بعض أصحاب المصالح طبعاً. وآلاف الضحايا والأمهات يلي عم تبكي على أولادها من وراء الإهمال على طرقات لبنان آخر همهم، ومنلقي عن نفسنا. يبدو واضحة، يعني هي إرضاء مثل ما قلت لبعض الأشخاص يلي يمكن عندهم عائلات كبيرة أو لمصالح انتخابية أو غيرها. واضحة الشغلة، منلقي عن نفسنا عن مصلحة المجتمع اللبناني بتنظيم قطاع السير، ومنقول نحن ما خصنا بسلامة السير بلبنان. بدل ما يموت 1000 قتيل يموت 1500 قتيل. نحن كيازة توجهنا لرئاسة مجلس الوزراء بطلب سريع جدا ليأخذ قرار مجلس الوزراء بتصحيح
هذا الخطأ. اليوم ميثاق الأمم المتحدة إذا بتروح بتشوف الترجمة تبعه للغة العربية بتشوف فيه أخطاء مادية بعشرات المواد على مدى 60 سنة. إذا صدر بقانون السير كم خطأ مادي ب 420 مادة طلع كم خطأ بسيط معلش بيتصلحوا، مش إذا واحد درسه عم بيوجعه من أوصه. هيك عمل مجلس الوزراء. نعم في بعض الإشكالية الصغيرة ببعض المواد نعم بتتعالج، مش منجي منقول نحن ما بدنا نتصدى لموضوع بعرض سلامة الناس للخطر. كل اللي بيجوا على لبنان من الخارج كل اللبنانيين بيعرفوا انه عندنا بلبنان استهتار هائل. نعم. بحياه الانسان لدرجه فينا نقول، وهون برنامج انت حر ومن اولى، ما في قيمه للانسان بالبلد. طب شو بتتوقع دكتور زياد؟ بس لان دهمنا الوقت، شو بتتوقع يصير بهالقضيه؟ انا في خيارين، في خيارين قدامنا. يا مجلس الوزراء بده يتحمل مسؤوليته ويتراجع عن الخطا. نعم. الغير مقبول دستوري كبير اللي صار بتاريخ يعني بتاريخ الاستهتار بالسلام العام، لانه الحكومات السابقه احترمت مجلس النواب ونواب الامه ورايهم، لانه هن راحوا صوتوا. هيدا قانون لازم يمشي، ومن طعن فيه كان ممكن ينطعن فيه قدام المجلس الدستوري. نعم. طالما من طعن هو نافذ، والحكومه مش ملزمه انها تنفذه. اذا في بعض التعديلات خيار تاني. في خيار تاني اليوم، بعرف انا في بعض مكاتب سوق عندهم نقابه اعترضوا كيف قال في كمبيوتر على امتحانات السوق، لجأوا لمجلس الشورى الدولي يعني للقضاء بلبنان، وطعن مجلس الشورى الدولي وقال نحن لازم نرجع للخلف والكمبيوترز ممكن ما نستعملها وخلينا. بعتقد امبارح صارت هيدي. هيدي من حوالي من اكثر من حوالي السنه. بس امبارح لا، امبارح كان في تحرك، كان في مظاهره. نعم. مترابط بهذا. نعم. الموضوع اليوم في مهله شهرين متاحه امام اهالي الضحايا، امام الجمعيات يلي عم تناضل لتعمل قيمه لحياه الانسان بالبلد. نحن ورودز فور لايف على تواصل بهذا الموضوع. نعم. كانوا مشتركين معنا بمؤتمر نهار الجمعة انعمل بالأيو اس تي. نحن المنا نقوله مع أهالي الضحايا. نعم. مع مي سحاب، مع سلين شمط، مع كل الأشخاص، كل الناس والسيدات اللي عم بيخسروا، نحن مستعدين ننزل ونعتصم. إذا هن هددوا بالإضراب قامت الحكومة خافت وابتعدت انها تواجه الحقيقة قدام الشعب اللبناني وتروح تقول لهم روحوا انتم عم تخالفوا النظام بكثير من الاوقات وعندكم ملاحظات قدموها كنتوا خطيا على 7 سنين. انا بقول لك ليش، بتعرف ليش؟ لانه في بعض الموظفين بالدولة وبعض النقابيين كانوا عم بيعملوا كل جهدهم ليأخروا صدور هذا القانون. تفاجأوا انه صدر بال 2012. نحن هذا الموضوع رح نتابع فيه، ومثل ما قلت انا للنائب حمد أباني هذا الموضوع ما بيخلص بحلقة، ونحن متابعين معكم. وتحية لك ولليازة ولكل الجمعيات وللمجتمع المدني، ونحن معروفين منتابع قضايانا، يعني ما رح توقف على حلقة واحدة، رح نضل نعمل ضغط على سياسة الحكومة والحكومة لحتى تزبط هذا الموضوع. أنا بدي استغني من الفرصة لهنيك على الإعلان التوعوي اللي عملتوه، يلي مثلته يلي عملتوه مع مي صحاب، يلي رح تكون معنا كمان، رح ياخد حيز معنا كتير كبير الأسبوع المقبل. وبشكر وجودك معنا بأنت حر، ونحن إلى جانبكم بكل قضية محقة. يعطيك العافية. شكرا لك. يا لبنانيين، كل ما نوصل لشي حضاري، كل ما نعمل قانون بيحمي أهل هالبلد، نكتشف للأسف أو هن هيك شايفيننا مش خرجنا الحضارة، نكتشف إنه المسؤولين معظمهم ما عندهم اهتمام لهيك مواضيع، عم بيردونا لورا بدل ما نقرب لقدام بهالقضايا يلي اصلا ما لها علاقه بالسياسه. يعني تنقول في خلافات سياسيه، ما في خلافات سياسيه حول هذه القضايا، وكمان هالقضايا ما خلونا نتهنى فيها، ما خلونا ننبسط فيها، ورح يخلونا نضلنا نمشي للاسف ورا توابيت الناس يلي منحبها، ونضلنا نحزن ونضلنا نبكي لانه هالناس اللي منحبهم بيظهروا من البيت وما في ضمانه على الطرقات بلبنان اذا رح يرجعوا لنا بتابوت ولا رح يرجعوا لنا منيح. صحيح انه مثل ما قالوا لنا ضيوف في مآخذ لبعض الاشخاص والنقابيين، صحيح انه القانون منه بالمية بالمية صح، ما في قانون 100% بيرضي الجميع، ما في قانون ممكن يعجب الكل، بس المشكله الاكبر والمشكله الاساس يلي بتلخص كل هالقضيه الليله، الحكومه اللبنانيه الحاليه عم تسمح لحالها انها تعمل اكبر مخالفه دستوريه، مخالفه ولا مره شفناها يا جماعه. قانون بيتصوت عليه من السلطه التشريعيه من النواب اللي نحن منتخبينهم بشخطه قلم وقفوا العمل فيه واخروا، وانتم بتعرفوا كيف تتاخر القصص بلبنان وكيف بيقولوا لك تاجلت. الحكومه عم تسمح لحالها تنط فوق كل النواب، تتخطى كل القوانين الدستوريه وكانه القانون منه موجود. هيدي برجع بقول سابقه مش شايفينها، ولا يلغي القانون الا قانون تاني بوجهه. فيا حكومتنا اللامباليه، كتير صار في وقاحة، كتير صار في تجاوز للصلاحيات، والناس دايما زقيفة،
لأنه مش دريان الناس، نحنا ما بنعرف شو عم بيصير على الأرض للأسف، وما عم نخسر حدا لنحس فيها مزبوط، بس نحنا الناس المشاهدين بهمون يعرفوا شو صرح الأسير ومين استقبل الوزير، والحكومة للأسف عم تتصرف على كيفها من دون رقيب أو حسيب. هيدا الفرق بيننا وبين غيرنا من الدول الراقية، لما بهيديك دول بتصوت على قانون الآخر عندهم المعترض بيقبل بالخسارة، بيعترف بالهزيمة وبيطبق القانون. نحنا فاكرين كل شيء مباح عندنا بلبنان وفينا نعمل يلي بدنا إياه، ولأنه وعدكم بهذا البرنامج ابتداء من الأسبوع الماضي بمواضيع إيجابية، ولأنه أنتوا حبيتوا لما بنحكي عن شيء حلو عن شيء منيح، جان بيير جيموس شاب لبناني عمره 34 سنة ترك لبنان، كان عمره 12 سنة يعني من تقريبا 19 سنة بعد ما كان عم يلعب بالبارودة، ورصاصة طايشة للأسف حرمته أنه يقشع بعيونه اثنيناتهم وما بقى يقدر يقشع مدى العمر. جان بيير ترك لبنان يلي ما شاف فيه إلا الشاب الأعمى الضعيف لا أكثر ولا أقل، وراح على بنسلفانيا على أمريكا يلي احتضنته يلي رحبت فيه يلي علمته لحتى صار اليوم صاحب بزنس كتير كبير وشركته بتتعاطى مع شركات عالمية. جان بيير معنا مباشرة من بنسلفانيا. مساء الخير لك جان بيير. مساء الخير جو، كيفك؟ الحمد لله. خبرني كيف احتضنتك أمريكا؟ للأسف لما جيت على أمريكا كانت شغلة كتير للصراحة يعني مفاجئة. نعم. لأنه لما وصلت لهون وصلت بتعرف ما معي ورق وما كنت شرعي ولا اي شيء، كنت جاي لهون بس اعمل عمليات مشان رجع نظري. نعم. لكن لما عرفت انه ما رح يكون في نتيجه لنظري ابدا، اجا بحد ذاته شو اسمه المسؤول عن المدارس. نعم. وهو بحد ذاته لما عرضنا عليه قصتي انا وخيي اللي كان معي هون، عادني محله وقال لي نحن منفتخر بشخص مثلك بيحكي ثلاث لغات، ونحن هون بس بأمريكا بنحكي لغة واحدة، نحن عنا قانون كل إنسان له حق يتعلم لو شو ما كان بي، لو كان بيقشع لو ما كان بيقشع، وأهلا وسهلا فيه. بينما بلبنان بعد ما صار معي حادثة قعدت 4 سنين بالبيت ما عملت شيء. شو رأيك؟ أنا شو رأيي يعني شو بدي أقولك جان بيير، من بعد ما استقبلوك هالأشخاص ومن بعد ما عملت البزنس تبعك، خبرني اليوم شركتك شو بتعمل، كان السوفت ويرز أو غيرها من الشغل، يعني شو كيف شغلك اليوم؟ بس قبل ما نفوت بالشغل بس أعطي شوية الجمهور يعني باكراوند عني. أنا كفيت علمي هون بأمريكا، وعملوا لي إعادة تأهيل ورجعت من شاب كان يقشع لشاب تعلم يكفي حياته طبيعي بلا نظر. وفي شغله هون بدي اوضح عليها انه no. الانسان في يكون بلا نظر، في يكون اعمى البصر بس مش اعمى البصيره، هيدي اهم شغله. نعم. No. شغله الثانيه رحت على بنسلفانيا ستيت يونيفرسيتي، تعلمت هونيك وفت بالمانجمنت انفورميشن سيستمز، عملت بروجرامينج وبزنس مع بعضهم اثنينهم سوا. وهلا انا من 2008 تخرجت. نعم. وبلشت فتحت مصلحه لالي. لالك انت شركتك الخاصه من مشي من الصفر رحت لتعمل عمليات وصلت هلا لانه عندك شركتك وشغلك الخاص بامريكا. نعم. وخي كمان هون عنده شغله وانا كمان بهتم له بكل شيء لانه هو بيصلح سيارات مرسيدس وبي ام دبليو وكل شيء، انا كمان بهتم له بكل السوفتوير يعني هو يقدر يعمل شغله حتى لا يفحص الزيت تتصور لحديث وين. نعم. بس بالسياره. نعم. نعم. مجبور يكون معه كمبيوتر يعني. يعني عشت الامريكان دريم، عشت الحلم. نعم. عشت الامريكان دريم، الحلم اللي بيحكوا عنه مزبوط. ايه طبعا طبعا هذا الامريكان دريم اكيد 100%. بس جو في شغله بده يفهمها الواحد انه في كثير ناس بيفكروا انه نحن جينا لهون وبلشنا مثل ما بيقولوا نقطف المصاري او مثلا الفرص فتحت بوجهنا دغري. نعم. لا مرقنا بكثير اكيد متعبه. لا ما في شيء سهل طبعا طبعا، ومرقت علي انا شهور عشت فيها بكثير وحده من بعد ما روحت نظري وقالوا لي ما رح فيك تقشع، قعدت. نعم. سنه بالبيت ما رحت لمطرح اكيد لانه بتاثر نفسيا بتاثر نفسيا عليك. خبرني لما جيت على لبنان جيت بدك تفتح حساب بالبنك، شو صار معك؟ اكيد بدك تضحك يعني، انا شو بدي اقول لك، بحق لك اكثر من هيك تعمل، قل لي. صاحب شركه هون عندي كيف ما كان 4 حسابات، عايش لحالي صار لي 13 سنه،
بشتغل وبخلص كل شيء لحالي. نزلت على لبنان لتحت من بعد ما توفيت اختي، حبيت افتح اكاونت مشان وصل مصاري لاولاد اختي تكون القصه طبعا شرعيه يعني. نعم. لسوء الحظ، لسوء الاسف، قالوا لي انه ما بخلوا الاعمى يفتح تشيكن اكاونت حساب غيري. نعم. للأسف مع العلم يعني أنه أنت عايش لحالك وقدرت تعمل شركة ومتغسل غسيلاتك وعايش لوحدك وبتطبخ وبتاكل وعايش بشكل كتير طبيعي. ايه نعم، أنا عايش لحالي صار من عمر 21 سنة. هلأ بس بشباط اللي مضي نقلت لهوني على تنسي لصير قريب لخيي، بس كنت أنا بعيد عنه 11 ساعة بالسيارة. نعم. جان بيير، سؤال أخير، محمد عباس أو مو عباس اللي كان معنا الجمعة الماضية واللي كان حلمه يطلع على الفضاء ودعمناه ببرنامج انتحر، حضرتك بعت له رسالة على الفيسبوك وقلت له أنك أنت داعمه مع أنك أنت كمان من دين تاني، وقلت له أنه اللي بيجمعنا هو لبنان، نحن لبنانية ولازم نوقف حد بعض، خبرني كيف دعمته لمحمد؟ دعمته لمحمد، أول شيء عجبني بمحمد أنه شاب عنده طموح كتير 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 تفقلت فيه، فعلا انفتح قلبي لقله. ما فرقت معي شو دينه ومنين هو، لأنه نحن هون بأمريكا في عنا شيء اسمه diversity مع أنه من كل الملل. فأنا قلت له لمحمد، قلت له أنت كفى بهذه الطريقة، وأنا من شركتي لقلك رح بفتح لك ويب سايت خصوصي فيك، من الدارابيس لا قد ما بدك تروح، من قيمة $10,000 وطلوع. أنا بحييك جان بيير وبحيي تفاؤلك لأنك أنت شخص إيجابي بوزيتيف، وشغلي بس بدي أقولها بعد لحظتها، عم بتقول عنا بأمريكا مثل ما بنقول نحن عنا بلبنان، وكأنه أمريكا صارت بلدك لأنه هي اللي احتضنتك وهي اللي وقفت حدك وهي اللي خلتك توصل لهون. طبعا أكيد في شغلة جو بس بدي ركز عليها هون شوي صغير إذا بتعمل معروف، نحن منا بلد قديم، قصدي نحن بلد قديم منا بلد جديد. نعم. امريكا بس عمرها 214-215 سنة اذا بدنا نجي نحكي فيها كدولة. لبنان عنده حضارة كيف ما كان فوق الالفين والثلاثة الاف سنة اذا بترجع للفينيقيين. نحن اول ناس طلعوا بالبحر وبعدنا لهلا ما فينا نفتح حساب بالبنك، نحن هلا عم نرجع لورا مثل ما انت قلت. عشان هيك قلت لك مش مشكلة الواحد يكون أعمى البصر، بس مشكلة يكون أعمى البصيرة. نعم. ايه ونعم أنا بأمريكا هون عندي كتير تفاؤل، وبعتبر أمريكا أنه بلدي، لأنه فعلا فتحت لي. تصور إذا واحد غريب بيفتح لك بيتك وبيستقبلك هيك مثل ما بوقت لبنان ما خليك تفتح حساب البنك، بوقت لبنان ما خليك تفتح حساب البنك. جان بيير ميرسي كتير لك، بشكرك، بشكر ظهورك معنا من أمريكا، وأنا بحييك وبحيي شجاعتك والله يوفقك بحياتك. بدي اخد زينة قاسم في معنى اتصال قبل ما نكمل. زينة مساء الخير. الو الو بونسوار، كيفك زينة؟ منيحة وانت جو؟ الحمد لله بخير، تفضلي. بدي بس اقول لك انه بدي اشكرك لدعمك لهالقضية انت والام تي في، بتعرف قديه احنا فرحنا لما طلع هالقانون. بعرف كلنا احتفلنا وكان أملنا كتير كبير. نعم. وفجأة راح الأمل. ايه لأنه كان في كم صوت متضرر اللي هن عم بيضروا الشعب اللبناني. مصالح مصالح بعض الأشخاص قدرت تتغلب على مصالح الوطن والسلامة المرورية وسلامة الطرقات، وأنه ما يموتوا أولادنا مثل ما صار معك ومثل ما عانيتي وبعدك عم بتعاني كل يوم. بقى أنا بدي أقول مش بس كأم ضحية، بس ك كل يمكن كل ضحايا العطرات اللي مثلهم حدا. نعم. نحن Root for Life بالتعاون مع جمعيات الباقية اللي بتتعانى بالسير مع اليازا وكون هادي وكلهم. نعم. قررنا نرفع دعوة على الحكومة قدام مجلس شورى الدولة لأنه ما بيجوز بقى الاستخفاف أرواح. وخلي هيدي الدعوة لما بتنرفع، أنا بهني بحييك على هالخطوة، خلي هاي الدعوة لما بتنرفع الإعلام كله يرافقكم، يعني أنا بتمنى منك على طول يكون الإعلام على اطلاع بمواعيد الجلسات لما بتتحدث، ويخلينا نحن نعمل ضغط كمان، وخليها تصير مثل دعوة علنية علنا عبر الإعلام، وإنه ننزل نحن كلنا ونغطي هذا التحرك. بدي بس أقول لك إنه نحن ما عم نطلب من الدولة إلا تحمينا. نعم. مش تلغينا بس. نعم. وتسمع صوتنا صوت الأهل
اللي عم بمثلوا الناس، مش بس صوت الناس طبعاً اللي طبعاً. اللي للأسف اللي الدولي اللي عم بيقولوا هن متضررين وهن اللي عم بيضروا الشعب اللبناني اولا. للأسف الدولة عنا بلبنان يمكن ما بتسمع إلا تحت الضغط، وهذا الشيء رح نعمله. شكرا كتير لك زينة قاسم، وبذكركم ما تنسوا تدعموا مو عباس، محمد عباس يلي حلمه إنه يطلع على الفضاء واللي هو لبناني وعايش برا، واللي أخذنا المبادرة ندعمه عبر البيج اللي عم تقطع هلأ. محمد يلي متكل علينا على أنت حر لحتى يحقق حلمه، ومتكل عليكم أنتوا كمان اللبنانيين. محمد وثق بهذا البرنامج، اللي لما يرجع على لبنان قال لي أنه رح يكون معنا كمان ضيفنا بالستوديو. بدي أشكر كل متابعي انتحر للثلاثة الماضي، بعد ساعات قليلة من الحلقة كانوا قلبين النتيجة لمحمد من المرتبة الرابعة للمرتبة الأولى. هلأ محمد رجع تراجع على المرتبة الثالثة، يبدو أنه يلي بالمرتبة الأولى والثانية عم يعملوا نوع من احتيال معين، عم بيخلي الناس أنه تصوت أكثر من مرة من نفس الاي بي. محمد رافض يعمل هيدا الشيء، وابدا بيرفض انه يربح بالتزوير، فمشان هيك بنقلكم صوتوا لمحمد على صفحته. قبل ما نروح على البريك بنستذكر سوا ابرز يلي قاله محمد الاسبوع الماضي لا انتحر. عباس شاب لبناني عمره 26 سنة، بيهوى الفضاء وكل شيء بيتعلق بالفضاء، وبعد ما صار له محمد سنين بيراقب الفضاء من الأرض، اليوم حلمه أنه يشوف الفضاء من الفضاء نفسه. محمد موجود بألمانيا عم بتابع دراساته لحتى ياخذ دكتوراه بالأسترونومي. لما واحد يتعرف على الفضاء ويتعرف على هالعالم بيعرف قديه هذا عالم انترستينج ومثير. يعني شركة خاصة ناوي تعمل رحلات للفضاء بالإند فيوتشر، نعم، وهذا عم تعمل مثل حملة لألا لتعرف العالم عنا، وحطت إعلان إنه العالم يلي مؤهلين يقدموا ويفوتوا بهالكومبيتيشن. شو المواصفات؟ يعني أي حدا في يفوت بالكومبيتيشن ولا بتكون عنده خبرة بالأسترونومي ولا كيف؟ كأول مرحلة في أي واحد يفوت، تصويت عم يصير على البيج تعول الشركة نفسها، يلي هو اللينك محطوط عندي بالبيج الفيسبوك بيج تعولي. فأنا إذا بدي من العالم شيء بدي إياها تفوت عن بيج تعولي وتشوف اللينك وين فيوني صوت. وبدي أقول شغلي بس أخيرا، غير أنه بترجى العالم أنه تتصوت لي طبعا، بدي أقول أنه القصة ما كانت سهلة أنه واحد يخلص ويدرس ويشتغل ويجع يطلع على بلد ومن بلد لبلد، بس بدي أقول أنه لما واحد يحقق حلمه ويروح اللي عن جد هو بده إياه بصير ينسى. يعني أنت سألتني بأول حلقة عن شو رأيك بالبلد، بصراحة بتبطل كتير تفكر بالسياسة، بتتابع بس ما بقى كتير بدي أسره معك السياسة. يعني أنت من الشباب اللي عم يحلموا يطلعوا على الفضاء، للأسف عنا بلبنان عم يحلموا يهاجروا، وهذه شغلة ما بدنا إياها. بالعكس، يعني إحنا بدنا المستقبل يكون لألنا ولألك، وإنك أنت تطلع على الفضاء بس ترجع على لبنان، ما تضلك بألمانيا ولا تضل بدول اختيار. بدي أرجع لبنان إن شاء الله، حرجع لبنان. نعم نعم. وعندي مشروع، عندي مشروع للفضاء عم حضر له من هلا. أنا بتخرج بعد سنة إن شاء الله بخلص دكتوراه، عندي مشروع بالفضاء ناوي أعمله بلبنان لحتى أقرب العالم مع هالعلم. هالي وجهن وجه انتخابات وليك بلا جمال انتخبت. ما بعرف شو بدي جاوبك، بس بدي أقلك إذا بتحب بلدها ليش لا؟ أنا بالنهاية لبناني مواطن، في حكي في طريقة شو عامل شو مساوي، بس أكل قتل من مطعم البيروت للكورنيش للطريق كله للمغفر وارجع أطلع لفوق دم الدرغ أكل قتل ليه؟ منتابع نحن وياكم انتحر، وأكيد أراءكم من خلال الفيسبوك وتويتر والتواصل عم يمرقوا على الشاشة. طارق الزين ملحن وكاتب لبناني، اشتغل مع كثير من الفنانين، عرف من خلال أغنية الفنان وائل كفوري مثل مشتاق كثير وغيرها. هالشاب عمره 27 سنة ويبدو أنه كان عنده مشاكل صحية. ب 25 شباط يلي مرق سمع أهله الصبح عم يحكوا مع حكيمه، ويبدو أنه عصب وعمل مشكل هو إياهون، صار عنده عوارض وعوارض فقدان ذاكرة. ترك البيت بالنهار بلا جزدين وبلا هويته وبلا أي ورقة بتعرف عنه، وبعد لليوم ما رجع على البيت. فمنتمنى إذا حدا
شايفه أو بيعرف شيء عنه أنه يحكينا أو يتواصل مع أهله على الرقم 03-890-226. الله يرده بالسلامة لعائلته ولمحبينه أهله، صار لهم فترة عم بيناشدوا إذا أي حدا بيعرف شيء عنه. نحن دايما جاهزين بإنتحار أنه نساعد بأي قضية من هالنوع. نبض الشارع، الفقرة الجديدة بإنتحار اللي استحدثناها واللي رح نعتمدها بكل حلقة. مثل ما قلنا الأسبوع الماضي، نبض الشارع هي لناخد عينة من رأي اللبنانيين بمواضيع محددة أو سؤال نحن مسألوني. هالجمعة نزلنا على الشارع وطرحنا ثلاث أسماء مرشحات على أنه النائبات المستقبل، نائبات البرلمان اللبناني. شو كان رأي الشارع بناتالي، بلارا، بميريام؟ رح تشوفوا بهذا التقرير، وكمان رح تسمعوا رأي سوبر ستار راغب علامي اللي التقينا فيه عم يعمل سبور. أنا بشكره للفنان راغب علامي يلي دغري كان عنده رحابة صدر وما كان عنده أي مشكلة أنه يكون صريح ويجاوبنا على السؤال. شو قال راغب علامي؟ شو قالوا كل الناس يلي التقيناهم بالشارع؟ نشوفها بهالتقرير. شو اسمها هيدي؟ هيدي غير شكل انتخابات؟ ايه بطل عنا رجال بالبلد؟ هالي وزن وزن انتخابات؟ من الرجال مش قادرين نسمع نظرهم؟ وليك ملا جمال انتخبت؟ ما معقول مثلا هيك مناظر تطلع عن النيابي. ترقات خربانة، البيئة لوين؟ وحقوق الإنسان سلاح بكل مكان، ما تخربوا لبنان. هلا في كتير بالمجلس النيابي مش أحسن منهم. انه في مصايب عندنا بالمجلس النيابي. اول واحد نزل انتخابه. ما بعرف شو بدي جاوبك، بس بدي اقول لك اذا بتحب بلدها ليش لا؟ بدنا نشوف اذا رح فينا ننتخب او رح يصير في انتخابات بالاول. انتخابات؟ خلينا نعمل غير شيء. ما عم بتخلونا نعيش بهالبلد يومين، ما عم بتخلونا نعيش على تلفون الاحلام. في كثير 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 من اللي موجودين مش احسن منهم للي ذكرتيهم يعني. يعني ممكن يعملوا شوية سلاي وجو سكسي بالبرلمان. إنه في مينيموم بالموضوع. انتخب نتالي فضل الله. مش مينيموم؟ لا أكيد لا. إنه كتير بشعة. مالنا عزة. أنا اللي بنتخبه لأنه مغير. مغير هالطعم اللي عنا إياه كله. مالنا عزة. اللي هلأ هن بالدولة ومش رح انتخبه، بدي انتخب بعد نسوان. مجموعة النواب 8، مجموعة النواب 14، مجموعة النواب السكسي، حلوين هول. إنه كبيرة بس بعدها حلوة نتالي. مين هاي؟ طهرت. رجال مش قادرة تعمل شيء، بلكي نسيت تقدر تعمل شيء. شو بيشتغلوا هول؟ مالنا عزة. ده لبس الصين. بعد ناقصنا نسوان. بنتخب ميريام. أنا صراحة ما بتمثلني هاي، أنا إنه كشعب مثقف أو متعلم ما بتمثلني واحدة بتلبس مايو بس تعرض حالك المجلس ما حلو صراحة. بعض الآراء كمان اللي وردت على الفيسبوك بهذا السؤال. أسامة بيقول ما رح يعملوا شيء لأنه تفكير مجتمعنا ذكوري بامتياز. زياد غزالي بيقول أنا برأيي ما نفقد الأمل بلبنان، هن حرين يترشحوا وأنا حر وأنت حر ننتخب يلي منشوفه خارج ويلي منه جاي لحتى يشتغل بالمجلس ما منصوت له، أفضل انتخب ورقة بيضاء يمكن بتمثلني أكتر. داني أشقر بيقول برأيي ما رح تفرق كتير لأنه كتير من نوابنا أثبتوا أنه ندمع عم تحركهم أيادي خارجية، ف خلينا نشوف وجوه حلوة أحسن من معظم الطقم الحالي. مع قرب الانتخابات النيابية إذا صارت بلش العد العكسي للترشح، لتشكيل اللوائح، للكوتا النسائية، لتحضير التحالفات وغيرها من الأحاديث والحكي الكلام الانتخابي اللي بنسمعه على طول كل 4 سنين كل ما يقرب الاستحقاق. شو معنات كلمة نايب أو نائب أو النيابة؟ النيابة تكليف من الناس، تكليف من الشعب اللبناني لمجموعة أشخاص لحتى يمثلونا، لحتى يعملوا قوانين باسمنا، لحتى يحفظوا لنا مصالحنا، لحتى يدرسوا القوانين كتير منيح ويفهموها ويراقبوها ويراقبوا تنفيذ القوانين ويراقبوا حسن سير الوزارات يكونوا هني سلطة الرقابة على الوزراء. هيدا هو النائب اللبناني مثل ما المفروض يكون. هلأ مؤخراً
أعلنت عدد من الشهيرات والعارضات والفنانات أعلنوا ترشحهم للنيابة لدخول البرلمان بال 2013 هلأ اللي إن شاء الله تصير الانتخابات. الليلة حابين نعرف ليش قدموا ترشحهم وليش بدهم يصيروا نائبات. الليلة ما في أحكام مسبقة ولكن لازم نوصل لجواب. في ظاهرة جديدة هالمرة لازم نعرف أسبابها. هل تغير مفهوم النيابة وهل أتصر مين ما كان قادر يترشح؟ أو يمكن معظم نوابنا ما عم يعمل شغله والمرشحات الشهيرات يمكن عندهم برنامج جدي أكتر منهم؟ هل المرشحات كله مثل بعضهم أو في البعض منهم غير ناس يعني بيختلفوا عن بعضهم؟ رح استقبل الليلة مباشرة من الشويفات النائب بالبرلمان اللبناني أستاذ خالد زهرمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. أهلا فيك أستاذ جو. بستقبل كمان باستوديو أنت حر العارضة اللبنانية الشهيرة ناتالي فضل الله والمرشحة إلى دخول البرلمان اللبناني. ناتالي مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير جو. رح بلش مع أستاذ خالد. أستاذ خالد، هل تؤيد دخول الفنانات وعارضات الأزياء إلى الندوة النيابية؟ بداية يعني بهذا الموضوع فيني أقول لك إيه وفيني أقول لك لا. نعم. هلا ايما منطلق انه الترشح على الندوة البرلمانية منع حكر على اي شخص. نعم. وكل شخص، كل لبناني يعني عنده العمر الكافي وعنده الموالات الكافية بيقدر يترشح. نعم. يعني منع حكر على شخص جاي من بيت سياسي او حكر على شخص عنده إرث سياسي. لا، بقول لك لا لانه اولا يعني لعدة اسباب. اول سبب يعني نحن بالتقرير يعني اللي حضرته حطته محطة فرنسية على هيدا الموضوع، رح نرجع نحكي عنه ونحضره. قالوا انه يعني قالوا انه لبنان يعني بيتمثل ب 3% من عنصر نسائي بالمجلس. لا، رح نرجع نعلي عليه هيدا لما نحضره. نعم. فكنا بنتمنى يعني لا يعني تكون بداية التمثيل النسائي بالمجلس النيابي تكون يعني نعم بغير وجه. يلا رح انتقل لناتالي. خليني اسال ناتالي وارجع لك. نقطة اكيد. نعم تفضل. النقطة الثانية. تفضل. النقطة الثانية اللي بحب شير لها بهيدا الموضوع، انا بعتبر يعني الفنان اللي عم بترشح للندوة النيابية عم بيستغل شهرته الفنية لحتى يوصل، وهيدي الشهرة الفنية لا يعني ما هي اللي بتفيده وقت اللي بيوصل للندوة البرلمانية. ما بتعتقد الشهرة الفنية بتقدر تنافس النواب؟ معقول شهرتهم الفنية خليهم ينافسكم؟ بتنافس لحتى يوصل، بس شهرته الفنية ما بتفيده وقت اللي بيفوت على الندوة البرلمانية. خليك معي استاذ خالد. بيقعد بالبرلمان لحتى معي. يشرع. نعم. ولحتى يراقب الحكومة شهرته الفنية. نعم. ما إلها لزوم. استاذ خالد خليك معي. ناتالي فضل الله مساء الخير. حضرتك مرشحة للنيابة. زلتي قدمتي ترشيحك ولا انا قالوا لي بس شخص واحد قدم بعد ما قدمتي؟ لا لك شغلي جو، اول شيء بدايه بدي مسي الخير للنائب خالد زهرمان، وبدي مسي الخير لكل المشاهدين. بحب اقول لك شوي جو، انا حبلش شوي مش هجوميه بس لك يمكن ما وحق بنقطه معينه. الكليب اللي انتم حطيتوه شوي كان مزعج. لا هو عم يحكي عن فرانس 2 ما حكى عن الكليب. ايه انا بدي اعلق على موضوع الكليب. انا اكيد بفتخر اني عارضه ازياء وصاحبه وكاله الاشهر بالميدل ايست. اليوم انا فتت على النيابة مش لأنه حبا بالشهرة، لأنه مثل ما بيعرفوا الكل من بنت 9 سنين مسلطة الأضواء علي، واللي عملت مشاريع سياحية بامتياز بلبنان وأخرى الجسر تبع نقاش. نعم. بعتقد منا بحاجة لشهرة. نعم. اليوم يمكن الأضواء المسلطة علينا تخدم إن نوصل رسالتنا بشكل أفضل. التعليق اللي بدي غلط. أنا ما قلت أنه عم تسعوا للشهرة. مع احترامي لك خلوني وصل فكرتي بس. لا بس هو ما قال عم تسعوا للشهرة. وقال أنه الشهرة بتخليكم تدخلوا الى النيابه ولكن جوا الوضع مختلف، شغل ثاني. مزبوط. نعم. اليوم انت في كثير ناس بتعرف ناتالي وفي ناس ما بتعرف ناتالي، اكيد مش كل الناس بتعرفها. لهيك انت معنا اليوم. اكيد اللي بيعرف ناتالي بيعرف مش بس ناتالي عارضة الازياء اللي نحن بننظر لها كامراه سكسي مثل ما بيقولوا، ما بننظر لها. لا نحن انت ضيفتنا لليوم تتحكي اللي بدك تحكيه، يعني لنفرجي الناس يعني تحكي اللي بدك اياه. مشان هيك عم بقول لك اليوم ما بيعرفوا في كثير قصص، ما بيعرف انه ناتالي فضل الله ناشطه اجتماعيه بامتياز وتنتمي الى عده جمعيات، ومن الجمعيات اللي اكيد دعمتني بكل قوتها هي
قل الليل العنف، وانت بتعرف سيد طارق ابو زينب من وجه له تحيه. نعم. اللي هن ناس من المجتمع المدني، اشخاص شباب وصبايا ينتمون لهالجمعيه ولغير جمعيات اخرى، اللي هن واقفين حد ناتالي فضل الله. نعم. لانه بيامنوا انه ناتالي فضل الله مش بس مجرد عارضه ازياء. ناتالي عندي سؤال سريع لك، هل العارضه عارضه الازياء اللي بتمشي على الكات ووك بيقولوا مشية القط، هل بتقدر تعمل نوع من ما بعرف قدر تدخل الى معترك ليه سياسي؟ ليه نحن عم نتطلع بالشكل بالجسد مش عم نتطلع؟ لا انا عم عمم يعني، انا عاده العارضات يعني بيقدروا اي ليش لا. العريضات هن كتير مثقفات، اكثر العريضات في منهم مخرجين دكاتره ومهندسين نعطي اكزامبل مدام ساركوزي، نعطي غريس كيلي، نعطي كل هودي اللي هن بمواقع رئاسيه وكانوا عريضات ازياء. نعم. عارضه الازياء تمتلك الفكر، مش مثل ما بيقول المثل سوابيل او سوابو. رح ارجع اكمل معك استاذ خالد زهرمان، سؤالي لك، هل بتعتقد قبل ما نحضر التقرير تبع فرانس دو، هل تعتقد انه بعض النواب، وبتمنى ان فهم صح، بعض النواب بالبرلمان بلبنان نوعا ما سخفوا مفهوم النيابه؟ يعني يمكن الناس صارت تفكر انه النيابه شغله سهله الى حد ما، بتعتبر؟ لا ما بوافقك على النقطه، لانه اجمالا يعني بشكل عام. نعم. النواب يا اما عنده حيثيه قانونيه وقادر يعني يكون يعني يخوض معركته النيابيه لوحده، وعنا نحن بنعرف كتير أشخاص مستقلين عندهم من العمق القانوني الكافي لحتى يكونوا لهم دور مهم بالمجلس. أنا كان سؤالي مبني شوي أما على الشارع بلبنان. أنا ما سؤالي مبني على الناس بلبنان. اليوم للأسف صورة النائب عندهم بغض النظر عن بعض النواب المناح، بس لما معظم النواب ما كتير عم يعمل شغله بتسقط هيدي الصورة، يعني بصير مفهومة بيلاقوها أنه شغلة سهلة. هيدا قصدته من السؤال؟ لا هي منا شغلة سهلة. هلا طبعا ما كل النواب عم بيقوموا بدورهم كامل، في تفاوت يعني بالدور اللي عم بيلعبوه النواب، ولكن طبعا منا شغلة سهلة، لأنه في عبء كتير كبير على النائب إن كان بالموضوع. سعادتك بكل ضمير بتعتبر حالك عملت لعبت دورك بكل ضمير؟ بتعتبر حالك لعبت دورك؟ إلى حد ما. شو اللي بيمنع؟ شو اللي منع؟ إذا بتقلي في ظروف مرقنا فيها، في ظروف سياسية مرقنا فيها ما خلتنا نقوم بدورنا بالشكل الكيف. نعم. قبل ما نتابع أنا وياك رح نحضر التقرير تبع فرانس دو، سعادة النائب معك أستاذ خالد زهرمان ومعنا تالي فضل الله، نحضر التقرير ونرجع منتابع نحن وياكم الحوار. Vous l'avez peut-être reconnu avec cette musique, direction le Liban ce matin. Et Marie Mangioglou a lu cet article où il est question de politique. Alors la politique au Liban, c'est presque comme en France, c'est un peu compliqué. Et là, les choses se compliquent encore plus parce qu'il y a des nouvelles venues. Qui sont ces nouvelles venues dans l'échiquier politique? Alors, ben, elle s'appelle, sans doute, ça va certainement rien vous dire, mais elle s'appelle Myriam Kling, Lara Kay, Nathalie Fadlala. Ça vous dit rien, et pourtant, là-bas, au Liban, ce sont des stars, ce sont des chanteuses, des mannequins. Oh. Elles sont juste magnifiques, vous allez voir. Mmh. Elles sont très sexy, hein, elles ont une plastique très sincèrement, vraiment très très belle. Mais en revanche, elles ont très envie de revendiquer des droits, elles ont très envie de s'imposer dans la vie politique libanaise. Mmh. Évidemment, ça a fait le buzz. Bah oui, ça. Elles sont bien acceptées par leurs collègues masculins. Alors, vous souriez, c'est non alors. Alors, je précise bien, elles ont l'intention de se présenter aux législatives qui ont lieu en juin 2013. Donc, pour l'instant, oui. elles vont présenter leur candidature, ce qui n'est pas encore fait. Ah. Donc là, elles en parlent. Et c'est pour ça que ça fait le buzz, c'est pour ça que les réseaux sociaux s'en sont emparés et disent, mais est-ce qu'on peut vraiment les prendre au sérieux? Alors, est-ce qu'elles ont déclaré leurs intentions de pouvoir, elles ont testé en quelque sorte? Elles testent, bien sûr qu'elles testent, oui. Elles en parlent tout autour d'elles et surtout, elles ont même fait des clips de propagande et vous verrez dans le reportage qu'on a fait comment ce qu'elles disent et ce qu'elles revendiquent. Parce qu'il y a un truc très important à dire, c'est qu'au Liban, il n'y a seulement que 3% de femmes qui sont représentées au gouvernement. Mmh. C'est seulement 4 femmes sur 128 députés. C'est un des pays qui est le plus en retard dans le monde, vous voyez. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle les femmes veulent s'imposer de plus en plus dans la vie politique. Et ces femmes dont je vous ai parlé, vous allez voir, elles n'ont pas froid aux yeux. Regardez. <t'->
Aujourd'hui, il y a des stars, des actrices qui veulent se présenter aux législatives. Ces femmes sont belles et sexy et elles le montrent bien, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne seront pas aptes à régler des problèmes en politique. Ce qu'on doit lire dans ces candidatures, c'est ce mal-être que vivent les Libanaises et les Libanais, bien entendu. Dans le clip de Myriam Klink, il y a une remise en question de toute la vie quotidienne des Libanais. Elle parle de ce que subit la société en permanence, au quotidien, les pneus brûlés, les problèmes d'environnement, les droits de l'homme, les droits de la femme, les problèmes sociaux, ce qui pousse les gens à immigrer. Elle dit que le Liban est un pays où on pousse les gens à partir. Je pense que la femme est une mère et la mère ne veut pas voir ses enfants partir. Et c'est ça qui fait qu'elles sont peut-être plus sensibles de ce côté-là et qu'elles ont envie de se battre. Elles ont aussi envie de se battre pour leurs droits, les droits qui sont bafoués tous les jours. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la femme, il faut lui donner sa chance. Peut-être réussirait-elle là où les hommes n'ont pas encore réussi. Peut-être aurait-elle le courage de faire changer les choses, de faire évoluer les mentalités, parce que actuellement au Liban, c'est une nécessité. Imaginez-vous qu'une femme libanaise ne puisse pas donner la nationalité à son enfant né d'un père étranger. Imaginez-vous une femme qui perd son mari, les enfants sont élevés par la belle famille. Et je pense que personne ne peut défendre les droits de la femme mieux que la femme elle-même. Alors c'est une façon de défendre les droits de la femme, comme elles l'ont fait là. Il va y avoir peut-être des députés en short comme ça, avec des calaches à l'Assemblée. Non, c'est curieux, elles ont choisi, avouez qu'elles ont choisi peut-être un chemin assez... C'est effectivement un chemin très compliqué. La politique libanaise est très compliquée aussi, mais c'est parce qu'on sent... surtout pour faire parler d'elle, apparemment, là, non ? Il y a un réel engouement de vouloir changer la politique libanaise, réellement. Ça, c'est vrai, mais comme ça, je ne sais pas. نحن بلش مع ناتالي فضل الله. ناتالي بالتقرير على فرانس 2 كانوا عم بيقولوا انه انتم كنتوا عم بتدسوا نوع من النبض لما اعلنتوا عن ترشيحكم ويعني انه بعد ما قدمتوا ترشيحكم حضرتك مستمره بمشروعك ما راح تتراجعي. بدي اعلق شغله كثير مهمه اليوم مع احترامي لميريام او لراكي اللي ما بعرفها انا ما بعرف ليه وضعت بالخانه زيتها مع انه انا لا عملت غنيه هذا كان السؤال اللي هذا كان جاي السؤال بعدين لا نعم. انا رح جاوبك انا اليوم اكيد اعلنت ترشيحي بدعم من اشخاص مؤمنين فيه اللي كان اشخاص سياسيه ولا اشخاص بالشو بزنس ومختلفين مين من السياسيين مش رح اقول لك مين ما رح سمي اسماء بس في كثير كانوا مشجعين يعني ما فينا نقول انه مثل بعض الاشخاص اللي عم بيسبقوا اذا بدهم ينسحبوا يقولوا والله اجينا ضغط وشددوا علينا تننسحب وتهددنا بالعكس لغايه اليوم ما اخذت غير الحماس وغير انه ليش لا تابعوا كيف طريقه حديثي اليوم انا صار لي يمكن من 2004 جو انا بشتغل او بحكي وعندي هيدي الحقوق عم طالب فيها من 2004 هلا لما ترشحتي رح اكون صريح معك لما ترشحتي كان في ماخذ معين عليك انك ترشحتي على المقعد الماروني بمنطقه كلها ارثوذكسيه لحظة ما هي الغلط الصحافي مش انا سئلت انت من وين قلت لهم من الشمال من الكوره نزلوا على الصحافه دغري انه ترشحت ما هو ما في مقعد ماروني واليوم نحن ناطرين مثل ما الكل ناطرين القانون على شو بده يرسي نعم. لانه اليوم نحن كلنا عم نتخبى تقولوا ما حدا نزل قدم ترشيحه اكيد لانه ما حدا طب شو رايك بترشح ميريام كلينك ولا راكي ليك مع احترامي للكل انا مع كل مره قادره تنزل اذا مزبوط بدها تعمل شيء بدها تغير لانه اليوم انا شخصيا نازله للتغيير انا دائما بقول للناس حابين تغيروا تغيروا نعم. رح احكي مع استاذ خالد وارجع اسالك عن برنامجك الانتخابي استاذ خالد بتخلي لي وقت احكي شوي يلا يلا ما لانه عم بدهمنا الوقت استاذ خالد زهرمان شو رايك الريبورت تبع فرانس 2 ما كان سلبي تجاههم
يعني حتى كان فيه نوع من انه في حريه. لا انا بعتقد كان فيها هيك شويه سلبيه، يعني هو انعرضت صوره انه المراه عم تستغل جسدها لحتى توصل للبرلمان، وانا هون عم بوافق، بعتقد بوافق الست ناتالي انه ما الكل نحطه بنفس السله. شو رايك بناتالي فضل الله مرشحه اليوم؟ ناتالي بس حضرتك بدك تترشح رح تكون زميلتك بالترشح. لا بالترشو. يعني انا مش مخول احكم على ست ناتالي، يعني بس انا مع كلامه انه ما نحط الكل بنفس السله. نعم. وانا وقت قلت كلامي بالاول انه نحن انه البعض عم يستغل شهرته الفنيه لحتى يوصل على المجلس النيابي، عم بحكي بالمجمل، بس ما بيمنع ابدا انه يكون فنان قادر يقوم بدوره بشكل كافي اذا وصل على البرلمان. نعم. فانا ما يعني انا بالمجمل عم بقول ضد هيدي الفكره، لانه عم نستغل شهره فنيه لحتى نوصل للبرلمان، يعني ما مش بنين يعني اساس لحتى نوصل للبرلمان. نعم. يعني شو بفهم رايك من ترشح ناتالي فضل الله على الانتخابات؟ يعني ما في لك رأي هلا، يعني انه بعد انا لاني مع ولا ضد، بس انا قلت لك يمكن تتعرف اكثر على مشروع، بتعرف اكثر يعني هلا هلا من خلال تيعطي رأيه، خليني احكي تيعرف. ست ناتالي انا من خلال احكي، تفضل من خلال كلام الست ناتالي هلا اللي سمعته، لقيت يعني كلامها متميز عن الصورة النمطية اللي انعطت بالريبورتاج تبع فرانس دو. طيب خلينا نشوف مشروع الانتخابي، خلينا نسمع مشروع الانتخابي. أنا حطت فرانس دو. نعم. انحطت انه المرأة عم تستغل جسدها لتوصل للمجلس. نعم. ناتالي شو مشروعك الانتخابي اليوم؟ شو مشروعك الانتخابي؟ في قدامك نائب البرلمان اللبناني ونحن عم نسمع، شو مشروعك؟ لأنه قلتي لي ما عم خليك تحكي، شو مشروعك المرشح بمشروعه الانتخابي؟ تفضل. أكيد أول شغلة بدي أقول لك شغلة، ما بقى تقول كلمة نائب، نائبي يعني مصيبة. لا لا نائب مش نائب مصيبة. نائب لا لا مش مصيبة. طبعاً النائبة هي المصيبة. لأقول لك شغلة جو، أكيد اليوم لأعلن ترشيحي كان مثل أي مواطن لبناني، أنا لبنانية وعايشة بهالوطن وأنا عم بعاني مثل هالشعب، لا بملك ثرويتي أقدر أنا أكمل إني أشتغل وأعطي كل حياتي بالاخر ما اضمن شيخوختي، ما اقدر اضمن مستقبلي او مستقبل اذا بدي ابني عيلة. عندك ميزانيه ماليه لان الترشح والانتخابات بتكلف؟ جو هيدا السؤال اللي حجاوب بالكل، اللي داعميني هن اللي داعميني ماديا، وانا اليوم مش نزلي على الانتخابات لشراء الاصوات، هيدي بدي ركز كثير منيح، كفينا انه نشتري الناس بمالنا، وبدي اقول للناس رساله، اليوم بيشتريكم بليره حيبيعكم بليرتين. طيب شو مشروعك الانتخابي؟ اللي بيشتريك يا جو حيميخ خدمك لانه حيقول انت قابض حق. نعم. صوتك. قولي لي شو المشروع الانتخابي؟ انا مشروعي اكيد بالبدايه هي المراه. نعم. حقوق المراه، لا للعنف، اعطاء الجنسيه، المساواه مع الرجل، نحن بندعي انه في مساواه لكن نحن ما في مساواه، بندعي انه في ديمقراطيه بس نحن ما في ديمقراطيه، لو في ديمقراطيه في مثل بيقول وراء كل رجل عظيم امراه، يعني المراه لها دور، ليه ما بدنا نقول وراء والى جانب كل امراه. نعم. ناجحه رجل عم بيوقف. بعد عندي سؤال بس لها. بعد عندي سؤال، انا مشروعي اكبر من هيك مش بس المراه. اي قانون انتخابي بيناسبك؟ الدائره الواحده. عندك اطلاع على الدستور اللبناني، على اللجان النيابيه المشتركه، كيف بتتم الامور بمجلس النيابي، المشاريع كيف تقدم ويتم التداول فيها والتصويت عليها؟ اكيد في فريق عمل كبير حوالي، انا ماني عم بقول لك انا خلقت سياسي، بدي اقول لك شغله، في ناس كثير بتدرس الطب وما بيكونوا ناجحين بالطب او بتدرس اي مهنه، اليوم الارض هي اللي بتعلمك، انا انساني ميدانيه وبعطي اكبر اكزامبل كنت دائما اقولها زياد بارود، بدي وجه له اكبر تحيه لانه انا احترمته وقت كان وزير، وقت كنت شوفه عم بياكل ساندويتش بين الناس وما كنت عارفه انه هيدا الوزير، واين هيدا هدف اليوم؟ مش الكرسي هي ولا هدف يوصل للكرسي، اليوم اذا وصلت ولا ما وصلت انا بكون فتحت خط قدام النساء تكمل وتطالب بحقوقها. نعم. بتعتقدي هيدا المشروع اللي عم تعمليه رح يلغي صوره يعني العارضه بلبنان؟ على طول في مفهوم خاطئ، قادره تلغي هيدي الصوره؟ العارضه هي امراه مثقفه جدا يا جو، لانه ما فيها تكون عارضه ازياء وتسافر وتعمل مقابلات اذا ما كانت مثقفه، وعارضه الازياء اليوم اي انسان بده يعطي مثل عن جمال انسان او عن شيء جميل بالدنيا بيقول بيشبه عارض ولا عارضه الازياء. نعم. بقى نحن عم نشوهه ببلدنا بس، انا بفتخر هيدا الدومين لانه هو اللي وصلني لهون، وانا اليوم مش بس ناتالي عرضة الازياء، بتمنى انه تعطوني فرصه انا او غيري قبل ما تحكموا على الشكل تحكموا على المضمون وتشوفوا انتم انتخبتوا دولتكم. انا بصراحه عم ثير هيدا الموضوع، يعني اعطيك اربع جمل بالصحافه ينحكوا، مثلا عندما تحشر المراه انفها في السياسه بيقولوا ليه؟ بس لقلك خليني اقول لك، عارضات لبنانيات ياخذنا الانتخابات
انتخابات بالميني جوب. بيقولوا ميريام كلينك بمواجهة ميشيل مر والياس مصعب في المتن. بيقولوا معركة نسوان. هيك بيقولوا. أنا حجاوبك عليهم. خليني جايبك نقطة لا لا بشكل سريع. لا بدنا نختم بشكل سريع. أول شيء أنت اليوم بالكليب اللي عملته جو أنا كتير تزعجت منه. أنت ما حطيت صورة نتالي. نحن نقلنا رأي الشارع يعني. لا بس أنت رجحت الصور اللي أخذك عارضة أو لبسي سكسي. ما نحن تعرفنا عليك كعارضة نتالي. تعرفت علي كعارضة وتعرفت علي كصاحبة أنا كمان رئيسة لجنة بس هلأ أنت عم تحكي على الهوى. هلأ ما استغيبناك. لا بس استغيبناك يعني. قبل وبتعرفني مثل بس نحن ما استغيبناك يعني. أنت اليوم لا تحكي عن حالك. كان عندك اكثر من استاذ خالد حكيت اليوم وقت بتقول انه ميريام كليك بتقول انه هن داعميننا. شفتي اعترض النايب. في عندنا نائب بالبرلمان خليناك تحكي اكثر منه. عم نعمل لك دعايه انتخابيه. بالعكس لازم تعرف فكره تعرف اذا بيصوت. خلينا نحكي معه بس استاذ خالد زهرمان. استاذ خالد زهرمان لانه مجبورين نختم كلمتك الاخيره بهذا المشروع بهذا الموضوع. اول شيء يعني انا كنت بحب كمان بالريبورتاج او بالفقره اللي عملتها كمان جيب سيره الفنانين اللي مرشحين. لا العنصر الجنس اللطيف لأنه الجنس اللطيف يطغى بانه ياخذ. لانه سمعت كمان. شو رايك بالفنانين في فنانين اللي بترشحهم؟ شو رايك بالفنانين الرجال؟ هذا حارجع للي قلته انه انا يعني بعترض من ناحيه. وانا هون ما عم بجمل الكل. نعم. عم بحكي بشكل عام من ناحيه الشهره الوسيله انه عم تستغل شهره فنيه للوصول الى منصب سياسي. وهيدي الشهره الفنيه لا تفيد ابدا بالعمل السياسي. بعد عندي سؤال. هذا لا ينفي ابدا على بالي السؤال. لا ينفي ابدا انه بعض نعم. بعض الفنانين يمكن يكون عندهم خلفيه سياسيه وقادرين يكونوا فاعلين. نعم. هذا لا ينفي اجى ابدا. على بالي سؤال هلا السيدات اللي هن بالبرلمان نواب هل تعتبرهم نعم. نجحوا ولا لا؟ بكل صراحه في البعض منهم ناجحين جدا. مين نجح؟ شو عملوا؟ في البعض منهم ناجحين جدا جدا. انا بعطيك مثل ست بهية. نعم. ست بهية الحريري يعني من بس نسبيا من نسبيا الشخصيات النسائية اللي ناجحة جدا. وانا بعتقد يعني انا بتمنى على العنصر النسائي ان يكافح ويحارب لحتى يوصل ويكون فاعل بكل مش بس بالمجلس النيابي حتى بالوزارات. نعم. نتالي قدمت مشروع اليوم الانتخابي وعبرت عن افكارها من خلال اللي سمعته. متوافق على ترشحها كنائب بالبرلمان ولا لا؟ كرمال هيك عطيته وقت اكثر مني. نحن وياك عنا كل الوقت بحلقات تانية ما في مشكل. بس متوافق على ترشح نتالي؟ هلا صرت تدعم هالترشح ولا لا؟ انا قلت لك ما في احكم هلا من خلال بس انا عم بقول لك انا من خلال اللي حكيته باول الفقره. نعم. اعتبرتها متميزه شوي عن الصوره النمطيه اللي انعطت عن الفنانات انه استغلال الجسد للوصول لهالسبب. هي موجوده على الهواء يعني بكل اليوم. الاحوال بكل الاحوال انا مثل ما انطلقت بالاول برجع بقول الترشح ليس حكرا على اي شخص. حريه الترشح كل نعم. كل لبناني كل حريه الترشح كل شخص لبناني اللي عمره فوق 25 سنه ولبناني من اكثر من 10 سنوات اكيد بحق له يترشح. استاذ خالد زهرمان النائب بالبرلمان اللبناني انا بشكرك بعتذر انه ضيقنا لك وقتك واعطيناها لنتالي اكثر وقت. معلش صدرك رحب صدرك رحب استاذ خالد. وبنرجع اكيد بقضايا تانية بتكون ضيفنا. نتالي اخر كلمه لك. شكرا استاذ خالد زهرمان. بدي اقول لك ثانك يو لك ثانك يو للنائب زهرمان. وبدي اقول لك جو بس نقطه كثير مهمه انه بلبنان ما في حدا ما بيعرف سياسه. بيخلق الولد من بطن امه بيحكي سياسي لانه عشنا ببلد حرب ويا ربي نخلص منه. ونحن اليوم نازلين لنغير اذا اعطيتونا فرصه لانه لازم بقى يتغير شيء بهالبلد ونعطي دم جديد يكون في حماس ونخلص من الوراثة السياسية. نعم. اللي أنت وأنا والكل عم بيطالبوا فيها. أكيد. شكرا لك نتالي فضل الله بشكر وجودك. بنهاية هذا الموضوع منقول في حال صارت الانتخابات النيابية بصيف 2013 أو بالخريف هل رح نشوف بندوتنا النيابية اللبنانية حسن جوار وتعايش وتضامن بين العارضات اللبنانيات والفنانات والطبقة السياسية؟ وهل البوديوم قادر أنه يكون مفتاح دخول النيابة من الباب العريض؟ رغم أنه مش مفروض أقول هيدا الكلام بس بعد يلي عم نشوفه اليوم بعد ما فشل قسم كبير من النواب اللبنانيين وما عم أقول الكل عم أقول قسم كتير كبير منهم فشل بأنه يعمل واجباته ونجح العدد القليل جداً. مش مفروض أقول هيدا الكلام بس يمكن النائب نتالي فضل الله والنائب لارا كي والنائب ميريام كلينك يقدروا يحققوا نتائج أكثر من بعض نواب الأمة حتى ولو مستبعد هيدا الموضوع بس ما حدا بيعرف شو ممكن يقدروا يعملوا.
ما حدا في يضمن لليلة انه هالعريضات او هالشهيرات مش قادرين يعملوا اكثر من بعض النواب ناطرين الانتخابات، وان غدا لناظره قريب. قبل ما ننتقل لبريك، ابو جارو يلي هيدي الشقة يلي عم بيتم تشغيلها لأغراض غير أخلاقية وللدعارة، واللي عرضناها ببرنامج أنت حر من حوالي الشهر، واللي تمت المداهمة وتم ختمها بالشمع الأحمر، وكلكم حضرتوا المداهمة من خلال بالجرم المشهود، وحضرتوا المداهمة كمان من خلال أنت حر لما تم تهريب البنات قبل ما نوصل بحوالي الثلث ساعة. بتأسف قول أنه بعد شهر رجع أبو جارو على شغله، شقة أبو جارو رجعت تشتغل، ورجعوا فكوا الأختام، أختام الشمع الأحمر. أنا بستغرب كيف هيدي المشاهد هالقد واضحة وصريحة، وهالقد في إثباتات للدعارة، هالقد في حتى كان في إتجار بالبشر، وهالقد في يعني هيدي جريمة عم بتصير، وهيدي من الأشياء اللي لازم نكافحها بين بيوت الناس، بين بيوت اللبنانيين اللي عم يشتكوا كانوا لانتحار لحتى نفتح هيدا الملف. نوصل بعد شهر انه من خلال القانون ومن خلال القضاء ترجع تنفتح هيدي الشقه وترجع تمشي مواضيع وامور الدعاره. انا بحذر الليله وشي موريس كمان رجع فتح، ورح نرجع نعطيكم مزيد من التفاصيل. وعند شي موريس كتير اذكي، قد ما حضروا انت حر صاروا عم يفتشوا بالتياب، كل واحد بفوت اذا في كاميرات مخبيه ولا لا، ولكن على كل حال كاميرا انت حر صعبة شوي انكم تقدروا تلاقوها بالقريب العاجل. اذا ضلوا شي موريس واذا ضلوا ابو جارو فاتحين رح نرجع نوعدكم بحلقة مليئة بالمشاهد لحتى ترجع دولتنا تسكرون، لحتى يرجعوا يروحوا يزبطوا وضعون ويعملوا واسطة ويقدروا يرجعوا يفتحوا. وبتأسف ان شاء الله ما نوصل لمرحلة نضطر نسمي بالاسماء مين عم يرجع يفتح هيدي الشقة. بريكم انتبه انتحر. انت حر مثل ما تعودتوا ملتزم بقضايا الدفاع عن حقوق المرأة للنهاية، لهيك منقول انه نحن وجمعية كفا بالخندق ذاته لاقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري، من العنف ببيتها بقلب بيتها. بالحلقة الماضية اتصلنا بمستشار الرئيس بري علي حمدان ونقلنا صرخة كفا لحتى ينحط مشروع القانون باول جلسة على جدول الاعمال ويتم التصويت عليه. الاستاذ حمدان اكد لانت حر انه الرئيس بري من اول الداعمين لهذا المشروع ومنه ضده، ولكن مثل ما بيقولوا درب القوانين بمجلس النواب طويلة وصعبة. بعد الرسالة اللي وجهتها احدى النساء المعنفات للرئيس بري وغيرها كمان لنائب سامي جميل والنائب ميشيل عون، الاسبوع الماضي كمان في سيدة كتبت رسالة للرئيس سعد الحريري خبرته عن معاناتها، كتبت له بكل صراحة شو صاير معها وطلبت دعمه لحتى يحميها كنائب لبناني وبيمثل كتلة معينة لحتى يحميها من العنف الأسري. كمان بعد حلقة الأسبوع الماضي اجتمع فريق عمل كفى بالأستاذ حمدان مستشار رئيس بري وناقشوا الموضوع. رح نطلعكم على كل هيدي التفاصيل لأنه وصلوا على خلاصة إيجابية مع رد كمان الرئيس سعد الحريري الأسبوع المقبل إن شاء الله. بلغتنا الأدبية بلبنان وبكل العالم نستعمل كلمة الروح الرياضية، مين منا ما بيستعملها؟ كلنا بنستعملها، مش قصدي بالرياضة بس بنستعملها، بنستعملها بكل شيء، في إلها تعبير حقيقي في إلها تعبير مجازي. هلأ التعبير المجازي للروح الرياضية للأسف فقدناها بالسياسة بلبنان وبالمجتمع، ولكن إنه نخسر الروح الرياضية أو التعبير الحقيقي للروح الرياضية بقلب الملعب هون الخطورة وهون الخطر الكبير. نستقبل الليلة باستوديو انتحر الحكم الدولي بشير أواسي اللي تعرض للضرب وتعرض للاعتداء الجسدي بقلب الملعب قدام الجمهور، قدام عائلته، قدام الكاميرات، قدام القوى الأمنية اللي للأسف ومثل ما رح تشوفوا الليلة طولت كتير لحتى تدخلت. أستاذ بشير أواسي أنا بحييك، أهلا وسهلا فيك بانتحر. بالبداية بقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويسعد مساك ويسعد مساء المشاهدين. شكرا لك. لولا تدخل القوى الأمنية بالآخر ولولا تدخل الجيش اللبناني باللحظات الأخيرة كان صار الأسوأ، كنت يمكن اليوم مش قادر تكون بيناتنا. بالحقيقة بدي استعرض الحاسة من بدايتها. نعم. أول شيء المواكبة الأمنية، يعني صحيح كان في أربعة من قوى الأمن الداخلي واثنين من عناصر الجيش اللي إذا استعرضتوا الشريط أنتوا بتشوفوا كان ما أخذوا دورهم بالشكل المطلوب حتى لبعد خروجي من الملعب يعني. طيب قبل ما نحكي عن خلينا نشوف المشهد يلي عم نحكي عنه، قبل ما أتحاور أنا وياك رح نتحاور بروح رياضية بس رح نشوف مشهد للأسف لا يشبه الروح الرياضية وما فيه أبدا روح رياضية، وبعد ما نشوف هالمشهد رح أحكي أنا وياك شو صار بالتفاصيل.
انا عن جد بعتذر لهيدا المشهد، بعتذر لانه وصل لهون، بعتذر لاقول انه اللي بيلعبوا رياضه مش مفروض انه يعملوا هيك، ودي مش لعيبه. كيف بتفسر هذا المشهد استاذ بشير اللي صار معك؟ اول شيء هالمشاهد انا تقديري وتقدير اي مشاهد هذا اللي عرضتوه هلا، انه تقديري هذا غير تصرف غير مسؤول، ما مطلوب يكون بموجود بملاعبنا للاسف الشديد، مع انه موجود صار له فتره طويله. هذا الامر ما حصل معي بس انا شخصيا، اذا بدنا نرجع لسنوات سابقه هذا الامر حصل مع زملاء لي حكام بشكل اكبر واوسع من هيك. نعم. انما يمكن صادفت، يمكن الاعلام الرياضي اللي سلط الضوء علي شخصيا اعطى هالنفس، اعطى هالدعم وهالتسليط الضوء على هذا الموضوع. في سوابق انت والفريق؟ مش انا بس، يعني اذا استعرضنا هذا الفريق تحديدا وغير في غير فرق، بس تحديدا بس هذا هو الفريق نادي النهضه في شيء؟ نعم نعم، انا شخصيا ما في شيء، ما في اي فريق في له ملاحظ علي شخصيا، انا هذا باجماع الاعلام والنقاد والمحللين. انا ما بدي، ما في 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 طور اني احكي عن نفسي بهذا الموضوع، بس تحديدا هذا الفريق عنده خلفيه. لو استعرضنا قرارات الاتحاد المبنية لكرة القدم من سنوات طويلة لوجدنا أن بكل أسبوع بكل أسبوعين في إيقاف لاعبين، في إيقاف فريق مشكلجي إذا صح التعبير، يعني مشكلجي بكون هيني، يعني وصفته أنت عم تدلعه هيك بس عم تقول إنه مشكلجي. لا لا للأسف ما في أخلاق، يعني ما كان في أخلاق رياضية. هذا الأمر لأقول لك شغلة، عفوا أنا خليني كمان استعرض لك حادثة، يعني أنا لما بروح بحكم بالشمال تحديدا كمان، نعم، بعض مسؤولين الأندية بالشمال كمان بيتعاطى مع الحكام بنفس التعاطي. ليه؟ لما سألناه ليه عم تتعاطى، قال كيف نحن لما نطلع على الخيارة بيتعاطوا هالأندية مع الحكام ومعنا، فنحن عم بيردوا لكم اياها، فنحن هيك صارت نتعاطى. يعني للاسف حتى بالرياضه برايك وصلنا لهون؟ ايه اذا بدنا نحكي بالتفصيل للاسف الشديد في اشياء كثيره يمكن بحاجه لحلقه يمكن وقت ضيق. بيصير في كلام حزبي طائفي مذهبي بالملاعب؟ شوف بلدنا، انا بقول لك انا خربت الرياضه ورا السياسي والسياسيين، من ادخال دخول السياسي والسياسيين على اللعبه هيدي خربت. نعم. نعم. بدليل ذلك الجمهور، غياب الجمهور عن لعبه كره القدم اللي هو عصب اللعبه، وهو كمان الحكم اللي هو عصب لعبه كمان، يعني يمكن غاب الجمهور يمكن المباريات مستمره، بس غياب الحكم غياب الجهاز التحكيمي عن اداره المباريات هيدي المشكله الاكبر، هيدي المشكله الاكبر. فللاسف الشديد نحن وصلنا لمرحله انه الاتحاد، انا بعرف انه الاتحاد اخذ قرارات. هلا رح نحكي عن القرارات، خليني. نعم. انا وياك قبل في مباراه. نعم. بين لبنان والكويت، بدي ارجع فرجي مشاهدها هلا، صارت عارض لبنان، اكيد ما حدا تعرض للحكم، ولكن كمان هيدا مشهد نتاسف عليه، رح نشوفه انا وياك ورح ارجع احكي انا وياك عن الاتحاد وقراراته. وحضرتك شو قرار اللي اخذته؟ الوديه في ملعب بيروت البلدي، المنتخب الكويتي الذي يقيم معسكرا تحضيريا في بيروت يواجه صاحب الارض المنتخب اللبناني. المباراة تنتهي بفوز الضيوف بستة أهداف، نتيجة قاسية. الصورة تظهر اشتباكا جماعي، أكد شهود عيان أن سببه مشادة كلامية بين اللاعب الكويتي وليد علي ونظيره اللبناني عباس عطوة. المعركة تستمر، تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك، الفريقان يغادران الملعب، لاعبو المنتخب اللبناني يهاجمون الضيوف. والجيش يفض المشكلة بطريقته الخاصة، إصابات ودماء ومشاجرة في المدرجات. هذه حصيلة مباراة لبنان والكويت في ملعب بيروت البلدي. ما بعرف إذا نحن بشي شارع من الشوارع اللي بصير فيها معارك مذهبية وطائفية وحروب، ما بعرف يعني غريب، وقواس ومقواس هيدي المشاهد، شو بيقولوا عنا برا يعني أستاذ بشير؟ يعني في اتصال مع مسيو روبير رئيس نادي أتلتيكو، قال لي كنت بفرنسا عم تابع على الإيرو سبورت، فشفت هذا المشهد كاتبين شيم ليبر شيم، صح؟ لا مش كذبوا شيم، ايه انا كمان كنت، انا بحضر على طول الإيرو نيوز. ايه. وثاقبت الصبح يعني اول ما وعيت هيك شفت المشهد اللي بعرفه وقريت شيم، شيم يعني العار. نعم. يا للعار. نعم.
فاللي عم بيحصل هيدا يمكن برجع بقول لك تسليط الضوء على اللي حصل معي هو هذا كمان كان موجود بالسابق، يعني هذا مش جديد، انما يعني شو سببه؟ اسبابه كثيره، اسبابه كثيره. لو نظرنا نحن للنظام الداخلي فيما يتعلق بحمايه اللعبه، بحمايه اللعبه مش بحمايه الفرق، عم بيتم حمايه الفرق ببعض القوانين فيما يتعلق بالنظام الداخلي على حساب الحكام، على حساب اشياء ثانيه. عم نحكي عن النظام الداخلي تبع الاتحاد؟ نعم، النظام الداخلي تبع الاتحاد اللبناني لكره القدم. هذا الاتحاد ليه بتعتقد في مصالح بين الاتحاد طبيعي والفرق؟ طبيعي، في جمعيه عموميه، في انتخابات، في مناصب، هذه طبيعي، هذه مسلمات مثل ما موجود عندنا على الان. طيب اليوم الاتحاد اخذ اجراءات بحق نادي النهضه، مثلا اجراءات ماليه، وقف يوسف عمر لمده سنه، وحسن خليني استعرضك حسن حوا بعتقد، ونهد سعد، ومصطفى الحاج، ومشار حوا وغيره. بس انا حافظهم هدول، يعني انا اخذتهم على كل هودي ضربوك؟ لا لا مش كله، لا مش كله. كم شخص بس بحب اعرف، لانه كمان يعني كيف هجموا عليك، كم واحد اللي هجم؟ طبعا في شتائم، في محاوله ضرب، في اداريين، يعني حتى بعض الاداريين ضربني بالسبراي اذا بترجع للمشاهده، وزر يعني سبب لي اذى بهالضربه هيدي. انا اللي شو كان موقف عائلتك يوم عائلتك انجبرت تشوف هيك مشهد؟ قبل ما انتقل لعائلتي، هلا بحكيك في موضوع عائلتي عفوا، يعني بس فيما يتعلم مقررات الاتحاد، مقررات الاتحاد اللي هي فعلا خجول ومش كافي، هو اللي بيعتبر الاتحاد انه هيدي بيعتبرها عقوبه قصوى، يعني انه اليوم بيقول لك انه انا ما حصل باي مقررات اني انا بغيب فريق عن 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 ارضه خلال سنه، يعني خلال سنه. لو استعرضنا نحن كل بند ببنده بنشوف انه ما في، يعني ما انه كافي، يعني ايقاف 8 لاعبين، 8 مباريات رسميه، اول 8 مباريات رسميه، يعني انت اليوم وقفت اول مباراه توقفوا، يعني في 7 مباريات للعام الجديد، عام جديد عن كل لاعب يقدر يلعب بغرامه 250 الف ليره، يعني 7 لاعبين بتوقفوا، كل لاعب بيقدر يلعب بغرامه بيدفعها بدل ماله 250 الف ليره. يعني نوع من وهم هيدا اللي طلع الكلام فيما يتعلق بالاداره لمدى الحياه، ما هيدا موقوف لل 2014، شو كان عم بيعمل بالملعب؟ بعدين اصلا في مخالفه بوجوده بالملعب. نعم في مخالفه، هو موقوف لل 2016. كيف موجود؟ ما فهمت باي قوه موجود. يعني بيقوم بنط، بفوت بطريقه او باخرى، يعني عندنا الملاعب يعني فينا نضبطها في 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 مكان ما، في 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 لو كنت وفرت القوه الامنيه ما كان صار فيها التسيب. طيب اليوم شو موقف اليوم عائلتك؟ معلي يعني انا بس بحب احكي عن الشق الانساني. اليوم عائلتك، واذا ما بعرف اذا عندك اولاد اليوم عم يحضروا، انا لاقول لك شغله في موضوع عائلتي، انا صحيح شافوا الفيديو، في انا جيت عشية على البيت، زوجتي عم بتقول لي، بنتي اللي عمرها 9 سنين عم بتقول لي زوجتي انه بدي اقول لك شغله ما تزعلك، قلت لها خير شو في؟ قالت لي انه انا بنتك لحظه مشاهدتها على التلفزيون قاعده مقابله صرخت صرخه صوت كبير وباتجاهي وتعيط بابا بابا بابا، وصارت تبكي بتقول بدي بابا، بدي اشوف بابا، وطعبت امها الى حد، يعني هذا اللي بيقدر لك بوصف، يعني يمكن اللي الكل بيقدر يعيشه، هذا كل اب بيقدر يعيشه، كل انسان بيقدر يعيشه. بالاضافه يعني اليوم كان امبارح عم بتقلي بنتي بابا امبارح بالصف عم بيقولوا لي بالرفيق عم بيقول للمعلمه انه ابوها لنور ضربوه بالملعب جاي على البيت. طبعا بتاثر على العائله وتاثر على الحاله النفسيه تبع بنتك. طبيعي زوجتي. انا بدي اقول لنور اول شيء، ليلي اذا عم تسمعني نور، كوني فخوره ببيك، وبيك رجل شهم قدم استقالته ورفض هذا المشهد، ونحن بدنا نعتذر منا لنور على الصوره البشعه. للاسف الجيل الجديد عم يربع عليها، اللي نحن جيل الشباب عم نفرجيهم هيدي الصوره البشعه، كان لالهم او للاعلام برا. كلمه اخيره لك استاذ بشير، حضرتك قدمت استقالتك، لا رجوع عن الاستقاله؟ طبيعي انا لا رجوع عن الاستقاله، هو الهدف منه طبعا انت بتعرف مستر جو انه لتحقيق الاهداف الساميه والنبيله لابد من تضحيه، وانا بعتبر صرختي هيدي هو موقف، هو لحماية اللعبة وحماية زملاء الحكام. ما بتعتقد رح تروح استقالتك وينسوها ويكملوا بكومبيناتهم ويكملوا بمصالحهم الرياضية؟ هلا لو ما تحقق بنسبة عالية، أنا بقدر بقول لك بأكد لك إنه بنسبة معينة، أنا بقول لك إنه هذا الشيء ممكن حيصير، وحيصير في تعديل بالنظام الداخلي. برجع كمان بطالب عبر شاشتكم إنه بطالب، عدا انه تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بحمايه الاشخاص الثانيين غير الفرق، الجهاز التحكيمي. نعم. الجهاز التحكيمي، لانه اليوم انا شو بدي اقول بكره لاي حكم زميل لي؟ صح. اذا انا ما قدمت صرختي. نعم. بالوضع اللي انا عشته، انا اذا ما قدمت صرختي كيف بدي احمي اطفال أنا؟ نعم. حكام زملاء لي كمان. عفوا بدي اقاطعك، ما بقى عندنا بدنا نسلم الهوا، بعرف وقتك ضيق. نعم. انا بطالب بلجنه
للحكام لجنه مستقله مثل ما القضاء مستقل. طبعا طبعا استقلاليه الحكام. استاذ بشير نعم انا بشكر حضورك استاذ بشير قواصه، وبرجع بقول لك حضرتك حكم سابق ومعلش شيء لازم تفتخر بالقرار اللي اخذته، ونحن بندعمك بهيدا القرار ونحن بنفتخر فيك الليلة بانتحار، وكل اللبنانيين بيفتخروا فيك لأنك فضلت مصالحك على أنك تخرج بكرامتك، وأنا بحييك الليلة وبشكر حضورك. قبل ما أختم خليني أوضح كم شغلي بخصوص قضية الأستاذ مرشد الظاهر بالتحديد وشركات التسليف بشكل عام. أولا بالنسبة لمرشد الظاهر أرسلنا وراء شركته، الوراق من الناحية القانونية مزبوطة مثل كل الشركات يلي مغطاية بالقانون، ولكن معظمها يمارس، معظم هذه الشركات يمارس الاحتيال تحت غطاء قانوني. ست ماري رين عقل يلي طلعت معنا اتصال من قطر بالحلقة واتهمت مرشد الظاهر بأنه دبر لها شغل بشركة وهمية، أول شيء تأكدنا من صحة وجود هذه الشركة بقطر، طلعت الشركة فعلا موجودة بعكس ما قالت، ونحن أرسلنا شخص لحتى يتأكد. شركة اسمها قطر لاين وجميع مستنداتها موجودة وموقعة، وبحسب سيد مرشد ظاهر في مشكلة بينه وبين ماريلين وصارت تخترع حجج ما بعرف وتبتز الشركة بمبالغ مالية، والشركة رافعة دعوة، في دعوة قضائية عليها وزودتنا منسخة عنها، خلى المحكمة تكون الفصل بيناتهم. ولكن يلي لازم يعرفوا استاذ مرشد الظاهر انه احنا ما بنقبض من حدا مصاري، احنا ما بنرتشي من حدا وما حدا بيدفشنا لحتى نطرح اي ملف ان كان عليه او على غيره وعلى شركته. والاهم هيدي الملفات ما رح تتوقف ببرنامج انتحر، رح نضل مستمرين فيها، وهيدي مش اول مره بنطرح الملف وضوينا عليه بشكل كتير كبير، ولكن يلي بدي ارجع اكده انه بالوقت الحالي ما فينا نعمل اكثر من هيك، لانه يلي بيشتغل بهالامور عارف كتير منيح كيف يهرب قانونيا ويظبط اوضاعه ويحمي حاله. مشان هيك المطلوب من الناس، ركزوا معي، توعى كتير منيح وما توقع ضحايا للمرابات والنصب والاحتيال. مثل ما قلت وبرجع بقول، انتحر ما بيترك اي مظلوم، مشان هيك نحن اتصلنا بمراجع قضائيه عاليه جدا وبعثنا لهم الحلقات كلها السابقه. مشان هيك انا الليله بقول لكل اللي تعرضوا للنصب والاحتيال من شركات الوظائف والتسليف، المطلوب منكم من بكره ونحن داعمينكم، ترفعوا دعوه على كل حدا محتال، كل حدا احتال عليكم، ونحن اخذنا وعد من هالمراجع القضائيه انه حتى لو القانون مش واضح بهالخصوص رح ياخدوا اجراءات فوريه اول ما يرفع دعاوى، ونحن اي حدا بيرفع دعوى رح نعلن عنها على الهواء ونكمل للاخر معكم. والمطلوب كمان من وزاره الماليه تحط ايدها على هالملف وتنظم هالقطاع وتحمي الناس، خاصه وانه القانون مش واضح لحتى يحميهم، وما حدا يجربنا اذا نحن بنسكت على ملف، وما حدا بيقدر يسكتنا ومعركتنا نحن والناس ضد هالشركات رح نحولها على القضاء والى العلن بعدين بانتحار ابتداء من بكره. قبل ما نفل نقطتين بشكل سريع لازم نحكي فيهم ليلى، اول نقطه كافيتيريا الجامعه اللبنانيه اللي من بعد ما عملنا معركه لننظف هالموقع ونخلص الناس من صلبطت بعض الاشخاص وخاصه تلاميذ الجامعه اللبنانيه على هالكافيتيريا، متسلطين عليها كانوا محتلينها، اليوم الطلاب قاعدين بلا كافيتيريا من وقت ما داهم الجيش واخلى الكافيتيريا، من بعد ما كان في وعد انه تتلزم لشركه خاصه بعد ما تم التلزيم. يعني نحن صرنا حاسين بالذنب صراحه. حضرت رئيس الجامعه اللبنانيه بناشدك الليله مباشره على الهواء عبر الاثير عبر انتحر، التلاميذ عم يسالوا ليش بعدهم بلا كافيتيريا، بليز بتمنى نلاقي جواب على هذا السؤال. والنقطة الثانية والأهم، الشق الأمني بلبنان تحديدا الخطف يلي إن شاء الله مثل ما موعودين في قرار حاسم لحتى يلقطوا كل اللي عم يخطفوا، يلي بيطمن إنه فرع المعلومات أصبح عنده المعطيات الكاملة والأسماء والتفاصيل وبلش عملية إلقاء القبض على عدد منهم، والعصابات كبيرة يعني حوالي 50 شخص بعد فيه. ولكن الأهم الليلة قضية داتا الاتصالات، شو يعني داتا الاتصالات؟ ليش برا بكل الدول تنعطى داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية كلها لحتى يلقطوا المجرمين، يلقطوا الخاطفين، يلقطوا العصابات، يلقطوا الإرهابيين، إلا عنا بلبنان. بلبنان لازم نسيس الموضوع، بلبنان لازم حتى بالموضوع الأمني نحسب الأجهزة الأمنية على فريق سياسي معين. لازم تعرفوا، لازم كلنا نعرف أنه السياسة وسياسة الحكومة هي اللي مبطئة قضية الجرائم. الداتا يلي ضابينا وما بنعرف ليش هي اللي عم بتسهل للمجرم يعمل اللي بده اياه. ولو معلوماتكم من وراء قضية الداتا بلبنان صاروا بيحكوا من الخط وبيكبوا السيم كارد، وصاروا بيحكوا اوقات من بيروت وبيكون المخطوف بمنطقة تانية. مناشدتنا الليلة للحكومة وللوزراء المعنيين، داتا الاتصالات مش كنز لحتى نخبيها، هالداتا هي لتحمينا مش لحتى حدا يتسلى فيها. ومش المهم انك تكون حر، مهم تلبق لك حريه.